السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بإذن الله محاضرة النهاردة عن فايتو تو ليكتشر نمبر 10، هنتكلم فيها بإذن الرحمن عن الايزوكينولين بلس. هنكمل بقى الالكالويد. احنا خدنا الالكالويد اللي بيكون فيها انيدول، خدنا الالكالويد اللي بتبقى فيها استرويدل، خدنا الالكالويد بصوصها يعني بتبقى فيها الكينين جروب وهكذا. احنا بإذن الله محاضرة النهاردة مينلي هتتكلم على الالكالويد اللي فيها الايه، اللي فيها الايزوكينولين. طيب احنا خدنا قبل كده الكينين زي السنكونه والحاجات دي، هي دي بقى بالظبط هنكملها باذن الرحمن، بس المره دي هنتكلم على ايه، على الايزوكينين مش الكينين. الكينين كان ال ان بتبقى هنا صح، المره دي لا، بسم الله لان هتبقى بالظبط هنا خلاص في بوزيشن رقم 2. قبل ما نبدا احفظ عنده مذاكره زي ما احنا متعودين. اللهم اني اسالك في النبيين وحفظ المرسلين والملائكه مقربين ان تجعل قلوبنا مليئه بذكرك وخشيتك، انك على كل شيء قدير وحسبي الله ونعم الوكيل. توكلنا عليك يا الله، بسم الله توكلنا عليك يا الله. اللهم اني استودعك ما قرات وما فهمت وما حفظت وما احفظ وما فهمت وما نطقت وما سمعت وما كتبت، فردوا لي حين الحاجة لي وردوا لي يوم العرض عليك. اهم حاجة في المحاضرة دي انك تكون فاهم قوي 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 قوي، ولان احنا هنقول رولز كده خلاص، وبعد كده بصوا سامي يجي بقى يعديها كل حاجة خلاص. طيب ايه هي، لان الكونتنت دوت خلاص مهم قوي انت تكون مركز في التفاصيل. هقول لك رولز تمشي عليها يكون المحاضرة خلصت باذن الرحمن، تمام؟ وانت اللي هتبدا تجاوب كل حاجه بعديها. اول حاجه تعرفها ازاي، اكيد دي من النيوكلياس بتاعتها. طيب انت دلوقتي عندك الالكالويد ديت، انت شايفها كده دي عباره عن ترو ولا برودو ولا سودو ولا بروتو الكالويد، انت رايك ايه؟ اكيد طبعا هتبقى ترو. ليه؟ عشان الان عندك جوه السايكل صح، يبقى دي عباره عن ترو الكالويد علشان الان بتبقى جوه الهيتيرو سايكليك من جوه. لما نيجي نتكلم كمان شويه بناخد الحاجات اللي بتبقى بروتو، هتلاقيها بالصصام ان عندك ايه، بره السايكل، بره الايه، بره السايكل، عشان بالصصام مش جوه الايه، مش جوه السايكل. طب لما اقول لك على حاجه، ان هي اول حاجه هنتكلم عليها لايه، الايبيكا، نبات ايه اسمه الايبيكا. الايبيكا بلانت ديت هي عباره عن اوفيشال بلانت. يعني كلمه اوفيشال، لما اقول لك اوفيشال معناها اللي هي ريليتد، موجوده في الفارماكوبيا. يعني انت تمسك الفارماكوبيا بتاعتها يبدا يظهر لك البروباتز، هي اوبتيكال اكتيف ولا اوبتيكال ان اكتيف، هي بيزك ولا اسيدك، هي بسام ولا نيوترال، هي بيحصل لها ازاي اكستراكشنز وازاي بيحصل لها سوليبلايزيشن، كل الكلام دوت خلاص. فهي بسام اوفيشال بتبقى موجوده في الفارماكوبيا خلاص، وبالصصام بتكون موجوده في الايه، في الفارماكوبيا، بيظهر لك كل الحاجات اللي عندك دي، تمام؟ يعني كلمه اوفيشال موجوده في الفارماكوبيا. طب المهم هنا بيقول لك ايه، هي عباره عن ايزوكينولين ذا موست امبورتنت الكالويد اوف ذيس، اللي انت عندك الايبيكا والكيوراري والاوبيوم، ده اللي هنتكلم عليه باذن الرحمن في محاضره النهارده. بتبقى ايه باللي بنقول عليها ترو الكالويد، ترو علشان هي الان بتاعتها جوه تيو سايكليك، وكمان هي جايه من امينو اسيد ناتشورال، يعني جايه من امينو اسيد اللي هو الايه، التيروسين، كلهم جايين من ايه، من التيروسين. مهم جدا 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 الاوريجين بتاعها. عايزك تفهم حاجه كويسه قوي، انك الفارماكوبيا او الاوفيشال ديت بصصان بتعرف لك ثلاث حاجات، لو هي اوفيشال هتعرف لك ثلاث حاجات على الاكستراكت، ولما اقول لك حاجه اسمها ستاندرايزيشن هنتكلم عليها كمان شويه، هتعرف لك خمس حاجات فيها باذن الله. احنا هنتكلم عليها كمان ايه شويه. المهم ان انت دلوقتي الفارماكوبيا او الاوفيشال اورجانيزيشن ديت خلاص بتعرف لك ايه على اي نبات عامه، بتعرف لك البارت يوز زي ما انت شايف كده، زي ما انت شايف كده لو انت شفت الفارماكوبيا بتاعت الحاجه، هتلاقي بالصصا فيها البارت يوز، هي مستخدمه روت ولا رايزومز خلاص، بالصصا الاوريجين بتاعها السبيشيز، اني سبيشيز اني واحده اللي عندك خلاص. بالصصا مستخدمه ايه، لاتين نيم بتاعي ايه، هي الفاميلي، اسم الفاميلي ريبيسي خلاص، جايه من اني بتستخرجها منين، وكمان بتعرف لك الكونسنتريشن، بتعرف لك الكونسنتريشن بتاعت الاكتيف انجريدينت، بتعرف لك الكونسنتريشن، بتعرف لك البلانت يوز، بتعرف لك اللاتين والاوريجين بتاعي، تمام، والفاميلي والكلام ده كله. طيب يبقى انت عندها فيها كذا الكالويد، اول حاجه الايبيكا خلاص، فيها كذا الكالويد، فيها الايميتيدين. الايميتيدين دوت هي اول حاجه نسبه الالكالويد بتاعتها 2 ل 2.5. واحد هيقول لي دي نسبه قليله قوي، هقول لك اه، ولكن بصصم اي دواء او اي نبات بيطلع فيه نسبه اي اكستراكت، اي الكالويد، اي بتنجان لقيته اكتر من 1%، دي بالنسبه للناس الفايتوكيمستري او الناس اللي هي بتاعت البلانت او الكوجنو او كده، ده تحفه جدا، ده حاجه هايله قوي، ويقعد يزغرط وكده بصصم 10 على 10. يبقى لو اكتر من 1% ده بالنسبه له هاي كونسنتريشن. طب لو اقل من 1% 0.01 0.9 كل الحاجات دي بالصام، يبقى كده معناه اللي هو بيحصل له اكستراكشن بكميه ايه، قليله، يبقى معنى كده بالصام ايه، هيكون بقى عنده لو كونسنتريشن خلاص. يبقى دي كده هاي ايه، هاي كونسنتريشن، يبقى عنده هاي اماونت اوف الالكالويد، واكتر حاجه فيه عنده مين، الايميتيدين. طيب الباقي التانيين بتبقى صغيره. طب ليه الايميتيدين بنسبه كبيره؟ لان بايولوجيك لما اقول لك بالصام الايميتيدين هو كبير، يا اما الحاجه اللي عندي ديت الايميتيدين ده بيبقى الايميتين ده بيبقى ستيبل، فحاجه كويسه قوي، فما بيحصلوش ديجريديشن ولا بيتكسر وهكذا على عكس الاثنين التانيين، يا اما الاثنين التانيين البرودكت الاثنين التانيين بيتحولوا لايه، للايميتيدين. يعني بالصوت لما اقول لك انت الموست اباندنت موجود في المكان دوت، انت اللي متوفر اكتر في المكان ده، ليه؟ يا اما انت اشطر واحد من الناس اللي موجوده ديت، واكفأ واحد ان انت تعمل الشغلانه ديت، يا اما بالصوت سلام
الاثنين التانيين بقى اللي هم زمايلك اللي معاك في الشغل بيعتمدوا عليك، بيتاكلوا عليك حتى لو انت مش شاطر، بيتاكلوا عليك خلاص، يعني يقول لك تعالى انت ايه مكاني وهكذا. فبص ايه حضرتك تو تمام، دول الثلاث الكالوريد اللي انت هتلاقيها جوه الايه، جوه الايبيكا تمام. مهم جدا تعرف الحاجات ديت، وعرفنا الاستراكشر وكل ده دوت. عايزه افهمك حاجه، ان انت دلوقتي بص جالك نبات انت مش عارف هو ده ايه، جاب لك الكالوريد مش عارف هو ده ايه، بتعرفه ازاي اللي هو ده الكالوريد هو ده ايه، او انهي نبات او كده، من الفلاور بتاعه النبات. يبقى الفلاور بتعرف لك انت في انهي سبيشيز، انت في انهي جينس، انت في انهي حاجه، لان الفلاور كل النباتات ممكن تكون عندها ليف اخضر، عندها ستيم، عندها بارك، عندها كل ده دوت، ولكن مش بيختلفوا عندهم الاختلافات ما بين النبات والنبات هي الاستراكشر بتاع الايه، بتاع الفلاور بالصوت. انا بس عرفنا خلاص الكونسنتريشن اللي هي حكايه الهاي واللو الرغي ده كله، وعرفنا التركيز والكلام ده كله. طيب ايه كمان بقى بالصوت النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا؟ عندنا الايه الايبيكا الكالويد زي ما انت شايف كده، عندي هتلاقي عباره عن ايه، هتلاقي عندك الايزوكينين خلاص، الايزوكينين مع النيوكلياس ديت. النيوكلياس ديت اللي هي عامله زي الكتاب، لو انت جيت قسمتها كده عامله زي كتاب مقسومه نصين، النيتروجين في النص وبين اتنين حلقتين بنزين، دي بنسميها نور ليبينان، نور ليبينان. يبقى دي بنسميها ايه بالصلاه نور ليبينان. نور يبقى انا اكيد شلت ايه، ميثايل جروب، يبقى كان في ميثايل وشلتها. المهم يعني بالصلاه وليبينان هي اسمها ليبينان، يبقى اسمها نور ايه ليبينان. المهم انت هتلاقي الفرق بين الاستراكشر ده والاستراكشر ده في ايه بقى بالصلاه، في النيتروجين اللي هنا بتاعه الايزوكينين، يا اما هتلاقيها تيرشري دي كده سكندري، يا اما بالصلاه هتلاقي هنا ايه تيرشري. يبقى على حسب الناتشورال بتاعه النيتروجين دي تيرشري ودي ايه سكندري خلاص. هتلاقي بالصلاه اختلف التايب اوف الالكالويد بتاعك. والله لما بتكون تيرشري بنسميها ايه سايكوترين، يبقى سايكوترين ده عباره عن تايب اوف الكالويد موجود في الايبيكا، ده بالصلاه بيبقى عباره عن تيرشري الكالويد. طب مين بيولوجيك اللي عنده بيزيزيتي اكتر؟ هل هو بالصلاه النبي عليه الصلاه والسلام خلاص، يبقى اما هو يكون كينين او بالصلاه اللي هو اسفه اللي هو سايتوترين، ده بالصلاه بيبقى عباره عن ايه، عباره عن تيرشري نيتروجين بتاعتي، اما دي بتبقى عباره عن سكندري نيتروجين تمام. طيب الفرق عندي الار ديت، الار دي لو انت حطيت مكانها اتش يبقى عندك فينوليك او اتش. ركز بقى في حته فينوليك او اتش دي عشان هتعرفك في كل حاجه، ممكن يجيب لك الاستراكشر ما يعرفكش ده ايه ولا بيستخدم لايه ولا اي حاجه، ولا اقول لك الاسم، مجرد بس الاستراكشر تشوف الفانكشن جروب تقدر تعرف تحدد كل البروباتيز اللي ايه اللي عندك تمام. طيب زي ما انت شايف كده بالصلاه لو انت عندك الار ديت عباره عن اتش، يبقى دي عباره هتبقى فينوليك او اتش، يبقى ده هنسميه ايه، هنسميه السيفالين، يبقى ده اسمه الايه السيفالين. طيب لو انت بقى حطينا ميثايل، يعني الاتش الاي ار دي مكانها سي اتش 3، حطينا ميثايل جروب يبقى هيبقى ميثوكسي جروب، يبقى ده بالصلاه اسمه ايه الايميتيدين، يبقى ده اسمه ايه الايميتيدين. يبقى الفرق بين الايميتيدين والسيفالين خلاص، السيفالين والايميتيدين، ان بالصلاه اللي انت عندك الار ديت واحده فيها فينوليك واحده ما فيهاش فينوليك تمام. طيب اوكي جميل قوي. ايه كمان بالصلاه سام ازاي افرق ما بين السيتوترين والايميتيدين او السيفالين؟ انا دلوقتي عايز اعمل ديفرنشيشن او سيبريشن لدول من بعض، معايا ميكسشر ما بين الثلاثه خلاص، ازاي هفصل مع بعض؟ اكيد طبعا الفانكشن جروب. اول حاجه عندي بالصلاه سلام ان السيتوترين ديت خلاص بتبقى عباره عن تيرشري تمام. طيب دي عباره عن ايه؟ عباره عن سكندري. طيب مين التفاعل اللي احنا قلنا ايه الفرق بين التيرشري والسكندري؟ قلنا بالصلاه في تفاعل اسمه النيتروزو خلاص، النيتروزو ده بيتفاعل مع السكندري ما بيتفاعلش مع التيرشري، وخدناه قبل كده في الكلويد ايه اللي كانت زي بصاصه اللي هو عيله النيكوتين لو انت فاكر. فالنيتروزو هيعمل لي ديفرنشيشن بتوين مين، بين السكندري والتيرشري اماين. فبصاصه لما هتعمل لك ديفرنشيشن بتوين السايكوترين وبصاصه الايه الايميتيدين تمام. فلذلك عملت فيهم ديفرنشيشن عن طريق النيتروزو. طب افرض بقى عايز اعمل ديفرنشيشن من ما بين الاثنين دول مع بعض، اللي هما الاثنين عباره عن سكندري، بعد ما خلاص فرقت فصلت ده او ده عن ده، وبصاصه بقى عندي الاثنين دول عايز افصلهم عن بعض، يبقى عن طريق الاو اتش فينوليك اللي هنا. طب اعملها ازاي؟ قال لك والله مش الاو اتش فينوليك ديت ليها اسيدك بروبرتيز، ايوه، فلو فعلتها مع اي اسيد يبقى مع اي بيز هيحصل لها ايه، هيحصل لها رياكشن. فلما يحصل لها رياكشن يبقى بالصلصه هتديك سولت، اسيد مع بيز هيديك سولت، منطقي جدا. يبقى هيديك ايه؟ هيديك سولت بالصلصه يا سلام، يبقى هيديك الفينويت اللي هو عباره عن سولت ووتر ايه سوليبل، والباقي ما بيبقاش ايه سوليبل. فلذلك بالصلصه ما اقدر افرق عن طريق فينوليك جروب ديت. ممكن كمان اعمل لو كيميكال تيست بقى، لو انا عايز اعمل بقى كيميكال ريجنت او كيميكال تيست، اعملها عن طريق ايه؟ عن طريق الايه الفيريك كلورايد. ازاي الفيريك كلورايد بيتفاعل مع الفينوليك جروب؟ بيديك كلر ما بين بلو لفايولت لو انت عندك او اتش فينوليك. وعشان اقول لحاجه انها او اتش فينوليك، هتلاقي عباره عن او اتش موجوده على رينج ايه اروماتيك، يعني حلقه سداسيه اروماتيك تمام. يبقى
انت عارف تعمل ديفرنشيشن بتوين السكندري والتيرشري، عرفت تعمل ديفرنشيشن بتوين الحاجات الفينونيك والحاجات النون فينونيك عن طريق حاجتين، يا اما الفيريك كلورايد يا اما الفينويت اللي بتكون لك صوت. خلي بالك لما اقول لك ايزوليشن يبقى انت لازم بالصوت تعمل لي ايه عشان تفصل حاجه عن حاجه، يبقى انت لازم ولابد بالصوت نفسها تعملها لي عن طريق صوت، تكون لي حاجه سولبل مثلا وحاجه انسولبل. اما الفيريك كلورايد كده كده ماشي هيديك كلر بس مش هتقدر تعمل فيه ايه ايزوليشن، ممكن بس تستخدمه في الديفرنشيشن او ككيميكال تيست. تمام. طيب اللي انت عارف طبعا الطيب او ديفرنت طيب او في الاسيد اللي انت ممكن تستخدمه، ممكن تستخدم اتش سي ال اللي هو بقى هو والسلفوريك اسيد دول سترونج اسيد، او اللي اسمها مينرال اسيد، او اللي هي البروتينيتد اي اسيد. طب لو استخدمت الكربوكسيليك اسيد دي بتبقى اورجانيك اسيد، بتبقى ويك وبتبقى موجوده. ممكن برضو يكون لو عندك كربوكسيليك اسيد على حلقه رينج بنزين خلاص بنسميه ايه بنزويك، ما علينا كل الحاجات دي ايه بيزك عندنا. طب لو جيت قلت لك بس يا ترى هل ترى السايكوترين ده بيدوب في الميه ولا بيدوبش، هتبص الاول واحده كده تحس ان هو بلقي ما بيدوبش، برافو عليك، يبقى هو بيبقى انسوليبل لانه هو عنده بلقي وكمان عنده اروماتست يعني عنده هاي لايبوفيليك كتير قوي، فبالاساس بيبقى انسوليبل ان ايه ان ووتر، يبقى السايكوترين ما بيكونش دايب عندي. طب هو اوبتيكال اكتيف ولا اوبتيكال انكتيف؟ مبدئيا لما بتلاقي حاجات الداش ديت يبقى على طول هو بيبقى اوبتيكال اكتيف. طيب إيه ليه بقى؟ لان بس عنده كيرال سنتر، يبقى انت عرفت الجروب تقدر تحدد منه. لو جبت لك اي ستراكشر عفريت انت مش عارفه وحطيت لك او اتش على طول هيتفعل عن طريق الفيريك كلورايد او اللي هو التكوين الصوت. طيب لو انت بس جبت لك اي عفريت فيه بس كيرال سنتر يبقى على طول اوبتيكال اي اكتيف عاده، الا اذا ممكن لو انت معامله في هيئه رسمك هيديك اوبتيكال ايه ان اكتيف نتيجه اللي انت عامله في هيئه ايه رسمك ميكتشر من الاثنين، يبقى ده بالصم يبقى اللي عندي حته الكايرال سنتر. طب هو عنده كام كايرال سنتر؟ عنده 3، ادي 1 ادي 2 وادي 3 بالصم هنا، والكايرال سنتر بنعرف اللي هي عندها 4 ديفرنت جروب حواليها. اما ده بالصم عنده 4، الاثنين دول عندهم 4 كايرال ايه سنتر مختلفين بالصم، انا بقى ده صم. تمام. طيب لو قلت لك هو بيزك ولا مش بيزك؟ هو اكيد بيزك. طيب مين اكتر بيزازتي، ده ولا ده؟ عيله اللي هي السايكوترين ولا عيله الايميتيدين والسيفالين؟ طبعا عيله الايميتيدين والسيفالين. ليه؟ لان ده سكندري، غير كده وكده مفيش ريزونانس خلاص، ده بس مفيش هنا ريزونانس، لقينا في دبل بوند وداخل في ايه في ريزونانس، فلما يكون اللون بير عندك ليس افايلبل على النيتروجين يبقى بتبقى مور بيزك عندي عن الايه لما تكون بالصم داخله في ريزونانس او انا بستخدم اللون ايه بير عندي. تمام. يبقى عرفنا خلاص البيزازيتي وعرفنا الكلام ده كله، وعرفنا الايميتيدين ده بيبقى عباره عن داي ميثوكسي خلاص، داي ميثوكسي لان بتبقى هنا في ميثايل جروب، اما السيفالين بيبقى عباره عن واحد ميثوكسي وعرفنا السكندري وكل غير ده بالصلاه على سلام. طيب قال لك بقى بالصلاه مش هي دي عباره عن فينيل جروب؟ طيب اوكي افرض ان النبات وعايز اعمل له اكستراكشن من الايه، عايزه فقاعه استخرج، عايزه بالصلصه استخرج الالكالويد بتاعي دوت في هيئه فري بيز. طيب هستخرجه زي ما شفت في النبات بيكون عندك فيه شويه في هيئه فري بيز وشويه بيكونوا مختلطين، او بالصلصه بيكون بتبقى فيه شويه في هيئه سولت، يعني انت عندك دلوقتي النبات لما تيجي تعمل له اكستراكشن شويه بيطلعوا في هيئه سولت وشويه بيكونوا عايزين فري بيز. فكنا بنعمل ايه؟ كنا بنحط الامونيا او بنحط حاجه بيزك عشان تخلي لك الحاجه فري بيز. طيب حلو جدا، هنا ينفع بالحركه دي احط اكواس صوديوم هيدروكسيد او اكواس او اتش؟ لا. ليه؟ عشان قال لك بالصلصه مش انت عندك فينوليك او اتش؟ ايوه. طب الفونوليك او اتش هتروح تتفاعل مع الاكواس ويبقى انت كده ما عرفتش تستخرجه لان هيبقى سوليبل، انا مش عايزه اخليه كده، انا عايزاه اخليه فايت فري بيز يبقى ان سوليبل ما بيدوبش في الميه فاقدر اعمل له فلتريشن واخده، صح؟ فهو ده بالصلصه اللي عندنا. فلذلك حل المشكله دي ازاي؟ قالك هنحط حاجه ويك بيز بحيث مش هتقدر تتفاعل مع الفينول وتقدر تطلع لك فايت فري ايه بيز بيور من غير ما يطلع لك بالصلصه صوت من الفينوليت اللي عندي خلاص، لان لو حطيت حاجه سترونج بيز زي الكي ان اي او اتش او الكي او اتش دي بالصلصه بتبقى سترونج قوي فيري سترونج، فبالصلصه هتتفاعل عندك وتكون لك الايه كون لك الصوت. عشان كده حط لك فيه امونيوم هيدروكسيد في وجود ايثر، عشان هو ايثر ده اورجانيك سولفنت عشان بيدوب فيه الحاجات اللي هي الفري بيز خلاص، واتفقنا الامونيوم الهيدروكسيد مش هتتفاعل مع الفينوليك او اتش اللي عندي دي بالصوت سام. ليه؟ علشان هي اللهم صل عليك يا سلام، عشان هي ويك بيس. تمام. طيب ده هنا بقى لقوا انه ايه، لقوا انه العيله السفر والايميتيدين والحوارات دي كلها بتبقى سوري والايثر اللي هي عيله السكندري، اما اللي هي السايكوترين افتكر كده لما تكون سايكو كانها جايه من حاجه نفسيه، فالشخص النفسي دوت بيكون خالف طغى في كل حاجه، فده بالصلصه ما بيدوبش فيه الايه، ما بيدوبش عندي فيه الايثر. تمام. زي ما انت شايف كده الايميتيدين بيوضح لك البروباتيز هو نون فينوليك. ليه؟ لان انت حطيت 2 ميثوكسي وبيبقى ان سوليبل ان ايه كي او اتش،
وعرفنا ليه بقى ببساطه انها بس ما بيبقاش ايه سوليبل عندي في الكي او اتش. طيب بيبقى ليفو ليفو خلاص يعني لما بدات عندنا اوبتيكال اكتيف بيكون عنده اتنين بيزك نيتروجين السكندري بتبقى كابل تفور ايه نيتروجين نيتروز وديريفاتيف عشان كده اقدر اعمل لها ديفرنشيشن ما بينها وما بين الايه ما بين السايكوترين وبالصراحه بتبقى سوليبل ان ايه ان ايز. وخلي بالك انا قلت هنا ليه ان سوليبل ان كي او اتش عشان ما عندكش اصلا الاو اتش فينوليك صح مش انت دلوقتي بس لازم يكون عندك او اتش. لو احنا جينا شفنا الاستراكشر بتاع الايبيتيدين هتلاقي هنا عندك ميثوكسي خلاص بالصراحه يعني ميثايل او فبالصراحه عندك اتنين ميثوكسي ما عندكش اصلا الاو اتش اللي هي الفينوليك فلذلك هي كانها بالظبط شبه السايكوترين او مش سوري مش شبه السايكوترين هي نون فينوليك جروب فبالصراحه انت لو جيت حطيت اي بيز اي سترونج بيز او اي حاجه مش هتكون لك سولت فبالصراحه مش هتبقى سوليبل عندي او مش هيحصل لي رياكشن. تمام طيب جميل قوي. قال لك بقى بالصراحه سلام دلوقتي عايز نشوف الايبيكا الايبيكا الكالويد خلاص احنا عرفنا بقى بس الفرق بينهم وكل الراجل دوت اتفقنا السيفنين ده اللي بيتكون لك سولت مع الفينول هو والسايكوترين علشان هم عندهم الاو اتش فينوليك اما الايميتين لا ما عندوش الحركه ديت واتفقنا لازم بس لو انا جيت قلت لك عايز اعمل سيبريشن ما بين الايميتيدين والسيفالين تقدر تعملها لي طبعا سهله عن طريق انت تحط لي ايه تحط لي اكواس الكالاين كي او اتش مين اللي هيدوب ومين اللي مش هيدوب مين اللي هيتفاعل ومين مش هيتفاعل مين هيديك الفينوليت ومين مش هيديك. قال لك اللي هيديك الفينوليت الفي او اتش اللي هو مين السيفالين السكر كده السيفالين هو اللي هيكون لك الفينوليت ده عباره عن سوليبل وهكذا. يقول لك ازاي تعمل ديفرنشيشن بتوين الايه ما بين بالصلاه سلام الايميتيدين مثلا والسيفالين اكيد عندها هنا في واحده في او اتش والثانيه ما فيهاش في او اتش فلذلك بالصلاه فيها او اتش هتتفاعل مع الكلورايد وهتديك من بلو لي فايلت كولر اند سو اون خلاص. اما الايميتيدين مش هيكون لك اي حاجه وبيبقى ان سوليبل ما فيش فورم اوف سولت اند سو اون. ازاي اعمل لهم سيبريشنز ما بين ما بينهم ما بين بالصلاه السايكوترين براجع لك معاك عشان نظبط المعلومات ايه عن طريق نيتروزو لان بالصلاه نيتروزو ديريفاتيف لان اللي هي التيرشري اللي هو السايكوترين مش هيتفاعل مع النيتروزو فلذلك بالصلاه والسلام مش هيتفاعل فهي ايه والتانيين هما اللي هيتفاعلوا فلذلك لان هو ده تيرشري خلاص ثلاثه تمام اما ده بيبقى سكندري اوكي. طيب جميل قوي. قال لك بقى بالصلاه والسلام انت عندك اهوت بيوضح لك ازاي الايميتيدين انت عايز تجيبه من مثلا السايكوترين السايكوترين الفرق بينه وبين الايميتيدين ايه عايزين نشوف هنا من الاستراكشر اسهل زي ما انت شايف كده السايكوترين عايز تجيب من تحوله الايميتيدين ايه الفرق هتلاقي بالصلاه والسلام اللي انت عندك هنا دبل بوند وهنا ما عندكش دبل بوند. طيب وتاني حاجه هتلاقي عندك هنا بالصلاه الايميتيدين عنده ميثايل هنا ما عندكش ميثايل سوري يبقى السايكوترين عنده فينوليك هنا عنده ميثايل يبقى انت هتعمل ايه لو عملت لي ريدكشن لديت خلاص يبقى بالصلاه خليتها لي من عيله الناس ديت بس هنا لسه ستيل او اتش ستيل او اتش يعني انت خليتها لي تبقى سيفالين. طب انت مش عايز سيفالين انت عايز تخليه ايميتيدين عشان كده نسبه الايميتيدين هي اعلى حاجه عندي في الكومباوند فلذلك قال لك بصيت انا عامل ايه ميثايليشنز يبقى عملت ميثايليشنز عملت ريدكشن زين ميثايليشن كده انا بصيت انا حصلت على الايميتيدين زي ما انت شايف كده الخطوات بتاعتي ريدكشن زين ميثايليشنز يبقى انا حصلت على الايميتيدين طبعا بمر في النص في السيفالين حسب ما هو طالب منك ايه ولذلك اتفقنا مين اكتر كومباوند بيبقى مور ستيبل هو الايميتيدين هو ده بيبقى بصيت انا اكتر حاجه عندي كومباوند ستيبل وبيكون فيه كذا الكالويد بتبقى 2 2.5 اتفقنا النسبه دي بالنسبه لنا نسبه كبيره وحلوه جدا وخاصه بيكون فيها ايميتيدين من 2 و 2.5 ديت بيكون فيها 50 ل 70% من التوتال الكالويد اللي هي بقى بالصمم من الايميتيدين والباقي بقى نسبه قليله من السيفالين والسايكوتوين تمام اللي هو السايكوتوين. طيب ايه بقى الفارماكولوجيكال اكشن بتاع الايبيكا دوت اللي عماله ارجع دماغك فيه بالصبح. قال لك اول حاجه هي بس انت بتستخرج ايه بتستخرج الروتس انت بتاخد الروتس يبقى اول حاجه انت بتاخد الروت الايبيكا الروت دي مهمه جدا 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 الكروت دراج بتاعك هو الروت. طيب جميل دي اول حاجه بالصلاه والسلام ممكن تستخدمها لوحدها او كومباينيشن مع الاوبيوم باودر لسه هنتكلم كمان شويه على الافيون ان شاء الله باذن الله والباودر ده بنسميها دروفر باودرز او اللي هي الاوبا درايدرز نتيجه الاكستراكت ما بين فرنش برودكت وهكذا ده بيبقى عباره عن اكسبكتورانت يعني طارد للبلغم خلاص ده ما بيستخدمش حاليا لان بالصلاه والسلام لو انت عندك اوبيوم يبقى انا اللي خليني مثلا عايز اطلع شويه كحه واتخلص من الكحه والكلام ده كله يبقى بالصلاه والسلام اقوم واخده حاجه اوبيوم تبقى ناركوتيك يعني تخليني بقى ادكشن وهكذا لا مش بلاها ايه بلاها استخدام فذلك بدات تكون مش مستخدمه حاليا عشان ممكن نتيجه الناركوتيك افكت بتاع الاوبيوم او الادكشن افكت تمام. طيب ايه كمان بقى بالصلاه والسلام قال لك اليو اس بي عملت لك منها بتستخدم بيقول لك تريتمنت اوف الاوفر دوز لو انت عندك اوفر توكسيستي وهكذا بقول لك الايميتيدين اسمها كده ايميتيدين يعني بتعمل ايه بتعمل فوميتنج بتعمل لك نويز يعني بالصلاه والسلام تعمل لك خلاص فبالصلاه والسلام لو انا عندي بقى مثلا دراج بويزنج وهكذا اسهل حاجه اقول له حاجه تعمل لك ايميتيدين عشان اخلص البويزنج دوت هو اخده من بقه وهكذا فبالصلاه والسلام خليه يرجع اللي هو ايه خده لو هو خد اوفر ايه اوفر دوز تمام. طيب عايز افهمك حاجه كل الالكالويد اللي بتبقى
سنسيتك بتبقى غسيلك ميكتشر، كل الالكالويد بتبقى سنسيتك بتبقى غسيلك ميكتشر، اما كل الالكالويد بتبقى ناتشرال جايبها من ناتشرال برودكت تبقى ليفو. ده الموست كومن خلاص، مش كلهم اسف، الموست كومن خلاص، ما عدا شويه اكسبشن زي احنا واخدين في محاضره الانتو بتاعه الالكالويد، اللي انت لو انت عندك بصاص هام عندك الاتوبين بيبقى غسيلك، وعندك بصاص هام اللي هو التوبو كيورين اللي هنتكلم عليه كده شويه ده بيبقى ديكستو. اوكي طيب ايه كمان بالسرطان النبي عليه الصلاه والسلام؟ قلنا ما ينفعش نستخدم الالكالاين صوديوم هيدروكسيد ليه؟ مع مين بصاصة؟ مع السفن والحوارات دي كلها انا هخليها فري بيز، عشان كده بستخدم الايه الامونيوم هيدروكسيد عشان هتكون لك الفينوليت او هتكون لك السولت بتاعي خلاص، ولكن ممكن اخليه فري بيز عن طريق الامونيوم ايه هيدروكسيد. عامه اي حاجه اقول لك فيها ايزوليشن سيبريشن على طول تفكر كده البيزك ميثود، يعني البيزك ميثود اللي هي اشوف السولابلايزيشنز، اشوف هي الحاجه سوليبل ولا انسوليبل في الميه اند سو اون، بعد كده وندخل بقى على كيميكال رياكشن وهكذا. تمام اتفقنا. الايميتيدين ده بيبقى مور ستيبل عشان كده من ايه بنقدر نصنعه. طب هنا بالصاص هام زي ما انت شايف كده اتفقنا بقى، انا عندي هنا الابيكا سيرم خلاص، ده سيرم بيستخدمه في اوفر دوز، لو انا عندي اوفر دوز من التوكسيستي من درجه معين فخليه يحصل له ايميتيدنج عشان هو بيعمل لك لوكال اريتيشنز ويروح يعمل لك ستيميليشن للفوميتنج اللي هي سي اللي اسمها سي ام في تقريبا، او اللي هي السي تي زد او حاجه كده، المهم اللي هو السنترز المسؤوله عن الفوميتنج سي في تي اي ثينك يعني، المهم بالستايل اللي هو السنتر المسؤول عن الفوميتنج، فتخلي الشخص يقعد يرجع اللي هو الاوفر دوز اللي ايه اللي خدها عندي. تمام طيب عندك بقى ستاندرلايزد ايبيكا اللي كنت بقول لك عليه، ستاندرلايزد ايبيكا، وعندك بصاصه ستاندرلايزد ايبيكا اكستراكت واي تنتشر، مهم جدا 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 تفرق ما بينهم لان دي هتلاقي سؤال امتحان في وشك وهتبقى تدعي لي باذن الرحمن. اولا ايه الفرق بين التنكتشر والاكستراكت؟ قال لك التنكتشر ده زي ما انت شايف كده لو انت شفت الكونسنتريشن بتاعه اخف بكتير قوي 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 من الاكستراكت. الاكستراكت هتلاقيه بصاصه مور كونسنتريتد اكتر عندي بالصاصه نفسها زي ما انت شايف كده تركيزه اعلى عندي، على عكس بالصاص هام الايه التاني، على عكس الايه الايه اللي هو التنكتشرز خلاص، التنكتشر بيبقى تركيزه اخف. تمام دي اول حاجه. تلاقي لو انت شفت الديليوشن مثلا دي اراوند 2% دي اراوند 0.2، يعني كانك بالظبط عملت تخفيف لمده العشر، يعني 1/10 خدت من دي عشره عشان كده عملت الايه التنكتشر بتاعي. اوكي يبقى ده مور ايه دايلوتد. لازم احدد السولفنت قوي خلاص، لازم اعرف السولفنت هو مدوبه في ايه واعرف الكونسنتريشن بتاعته. كلمه ستاندرلايز يعني ايه؟ كلمه ستاندرلايز لما اقول لك الدراج ده ستاندرلايزيشنز يعني انا عارفه الكونسنتريشن ويز نون كونسنتريشن. يبقى كلمه ستاندرلايز عشان ما تقعدش تتوه كتير قوي هي عباره عن ايه؟ اللي انا عارفه الكونسنتريشن بتاع الدواء بتاعي، يبقى كل حاجه عاملاها بتاعت الدواء بقى عملت اكستراكت وعرفت السولفنت وعرفت كل حاجه فيها اوريجن وكل حاجه، ولكن زودت ان انا عرفت الايه الكونسنتريشن بتاعي بالصوت انا بلغت الصوت اسد. تمام طيب جميل قوي. يبقى انا عندي بقى اللي هو الاكستراكتد والايه والتنكتشرز اللي انت شايف كده ده النسبه بتاعته ده السولفنت بتاعي وهكذا. قال لك لو انت طبعا هتستخدمه في هيئه اتش سي ال ده بيبقى عباره عن انتي اميباك حاجه مضاده للاميبا ماشي، لو انت بس مثلا تستخدمه كده يعني ايماتيك دراج من اللي هو بيستخدم ايماتيك للاستومك وهكذا، إيه ممكن نستخدمه كانتي كانسر انتي فايرال بلا 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 بات ار في توكسيك فور ذي ثيرابيتيكال يوز، بوتنت انهبيتور للبروتين سينثيسز يعمل لك انهبيشن للبروتين سينثيسز، ولكن طبعا هيكون عندك اوفر توكسيسيتي وعندك توكسيسيتي عاليه ليه فلذلك مش بنقدر استخدمه كسيرجيكال يوز وكده. المين يوزز بتاعته اهم حاجه تعرفها ان بصراحه بيستخدم كانتي كايماتيك خلاص، حاجه تعمل لك ايماتيك للاوفر توكسيستي وهكذا. تمام طيب قال لك بقى عايز اعمل له تيست، عايز اعرف التيست بتاع كيميكال تيست بتعمله ازاي؟ قال لك عن طريق كلرنج تيست. ايه الكلرنج تيست دوت؟ زي الفوريد فوريد تيست دوت بصراحه اتفقنا كلر، اما اقول لك كلر تيست احنا واخدينها من عملي، عندك كلر تيست وعندك بي بي تي تيست. بي بي تي تيست ده بعمله لمين؟ الحاجات بتبقى سوليوشنز، اما الكلر تيست ديت لازم يستخدم فيها كونك مش فيها سي، يبقى لازم استخدم فيها كونك اسيد خلاص، كونك بصراحه اسيد خلاص، سواء بقى احنا كنا بنستخدم في الفورميت دوت كنا بنقول ايه بنستخدم كونك ايه سلفوريك اسيد خلاص، سائد الريجنت بيديك كلر. طب ليه بستخدم كونك اسيد؟ ايه اهميه الكونك اسيد؟ مغير جدا يتسال في الشفوي عشان هو بيكسر لك الالكالويد. طب انا ليه عايز اكسر الالكالويد؟ انا مش يهمني حاجه كيميكال تيست دوت، انا عايز بس اعرف انا معايا ايه. انت عايز تعرف بس ايدنتيفيكيشنز بس، هل انت بتعمل ايزوليشن او تعمل لي بالصاصه سيبريشن او كده الحاجات دي؟ لا طبعا انت ما بتعملش اي حاجه من الحاجات دي، انت كل بس بتعمله انت بتعمل ايدنتيفيكيشنز خلاص، اللي انت تتاكد ان انت فعلا معاك هنا الايميتيدين، عندك هنا بالصاصه نعمل ايه ال اللهم صل على سيدنا مثلا عندك السايكوترين اند سو اون. تمام طيب جميل قوي. يبقى انت بتستخدم الكونك اسيد زائد الاي ريجنت، يبقى الكونك اسيد بيعملوا ليه؟ بيكسروا، هيديك برودكت صغيره من الالكالويد، الالكالويد الصغننه ديت الفراجمنت الصغيره، وتتفاعل مع الكلرنج ايجنت بتاعي تديك الايه تديك الكلر
خلاص. طيب اما الدايل اسيد كنت بستخدمه علشان اعمل سيبريشن جاست، بس يخليها لي في هيئه فري بيز، يخليها لي في هيئه سولت ايا كان، بس ما بستخدمهاش الدايل تمامي، ما بستخدمش ليه كونك مع السيبريشن عشان هيكسر لي طبعا الكلين وما بقاش هقدر افصله زي ما هو. طيب قال لك بقى الفورميت ريجنت مع كونك سلفوريك اسيد لو تحطه مع الايميتيدين والسفلي هيديك نفس الكولر اللي هو عباره عن ايه، ديرتي جرين كولر. وهنا بس لو حطيته مع السايكوترين هيديك بيل جرين كولر، بيل كده لونه بهتان كده. طب ايه السبب في كده عندي بقى بصاص؟ لو انت سالت نفسك هتلاقي والله ان السبب بسيط جدا، ان انت دلوقتي عندك الايميتيدين والسفلي مش هما نفس الحاجه، يعني هما الاثنين سكندري صح، وده بصاص تيرشري، يبقى الفرق ليه اختلاف الكولر بسبب ان اختلاف التايب بتاعه الاماين، بسبب اختلاف النيتروجين بتاعتك سكندري ولا تيرشري. اما بقى لو جيت بصاص جيت شفت مثلا زي البارانايت وبنزي بنزي بارانايت ودايز دايز ودياز وبنزين، ده بصاص هتلاقي هيديك مع الحاجات الفينوليك حاجه ومش هيديك مع الحاجه اللي نون فينوليك زي الايميديدين، يبقى هيديك كلر نتيجه ايه؟ بسبب وجود الفينوليك جروب. يبقى دوت بصاص يبقى ريجنت مهم جدا لو انت عندك او اتش اي او اتش فينوليك تمام، يديك بيربل كلر. طيب لو انت بقى بصاص خلاص عرفت الديرتي جرين كلر اللي هو اللون المعفن دوت، عايز تفرق بينهم ازاي؟ تحط لي اتش سي ال هيفرق لك، وده بيحصل له كلر فيلد اللي بيخف مع الوقت، اما ده بصاص ما بيحصلوش ايه اي فيلد. اوكي وعرفنا خلاص بقى البارانايت وده بيربل بيبقى عباره عن داي بصاص سوليبل ان ايه، سوليبل ان صوديوم هيدروكسيد. بعد كده بقول لك الميتين ده ممكن بيديك ايه بلاك كار. المهم يعني تعرف السيبريشنز، تعرف الحاجات ديت كلها. كلمه ستاندرايزيشنز بعرف فيها خمس حاجات لازم تعرفها، اللي بتعرف لي كلمه ستاندرايزيشن بعرف ايه عن الدواء، لما اقول لك الدواء ده ستاندرايزد يعني الشركه عاملاه ستاندرايزيشن كده بالظبط ستاندر، عارف بالظبط لما اجيب الستاندر واقوم جاي مفصل عليها الفستان دي بيكون عندي ستاند خلاص، دي بس انا مفصله على اساسها هي على حجمها هي تمام. فده بس انا نفس الفكره بالظبط، بكون عارفه السورس بتاع النبات الاوريجن بتاعه الفاميلي بتاعته، عارفه اللهم صل على سيدنا الكونسنتريشن، عارفه الكونسنتريشن وعارفه الاماونت وعارفه الايه بصاص هنقول ايه كمان بصاص سام بكون عارفينه. احنا اتفقنا خمس حاجات، احنا قلنا منهم كام حاجه يا ربي؟ قلنا خلاص عارفين الايه يا ربي، قلنا الاوريجن، عرفنا البارت يوز، السولفنت اكستراكتد مهمه جدا، وحاجه اسمها الدراج اكستراكتد ريشيو هنتكلم عليها كمان شويه، والكونسنتريشن. يبقى كده خمس حاجات بنعرفهم عندي، الاوريجن، البارت يوز، السولفنت اكستراكتد، الدراج ريشيو خلاص اللي هو كانه والكونسنتريشن تمام. طيب جميل قوي، يبقى احنا عرفنا كل حاجه دوت، عرفنا الستاندرايزيشن دي بتحصل ازاي وهكذا، وعرفنا الديبارتمنت بتعمل لك اناليسيز ليه عشان اعرف الكونسنتريشن بلا 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 والكلام ده كله. ايه بس انا نفسي تاني، وطبعا حاجه ستاندرلايز يعني كل مره لما اجي اقيس عليها الفستان هتكون مظبوطه عليها بيرفكت، يبقى لازم يحصل لها ريبيتابل يعني كل مره بتديني نفس النتيجه بالظبط خلاص. مش عايزه طب واحد يقول لي لا انا مش هعمل ستاندرلايزيشن لان ده مكلف طبعا، انت تعرف كل الحاجات دي عن نبات وتقعد بقى تعمل لي بروسيس للاكستراكت وكل ده بيبقى هاي كوست، انا هوفر واجيب الحاجه النون ستاندرلايزد طبعا، ده بالاساس كده بيصرف بيخلي الشركه تصرف اكتر وتخسر اكتر. طب ليه؟ عشان انت مش عارفك ان انت لما تجيب النبات اللي انت جايبه دوت اللي هو الارخص وبعد ما تجيبه تعمل له اكستراكت تلاقي فيه اصلا اوريجين اماونت بتاعت الالكالويد اللي انت عايزها، لا ده ببساطه انت كده وارد جدا تعمل كل عمليات تصرف الاف عقبال ما تطلع لي الاكستراكت بتاعك وفي الاخر تطلع اللي انت ما عندكش الكالويد خلاص، زي الناس اللي جالها في الامتحان وما عملتلك ما عملتش اكستراكت كويس، يعني جت تشتغل ما لقتش ريزلت بتطلع معاها، ده بسبب ايه؟ بسبب هي ما عملتش اصلا اوريجين اكستراكت كويس للالكالويد بتاعها، فلذلك ما بتديش اي اي ريزلت بعد ما تعبت وخلصت الوقت وخلصت كل حاجه، اذ فجاه صدمت ان هي ببساطه لما حصلهاش ايه؟ ما حصلهاش ما حصلهاش الايه التست والكيميكال تيست اند سو اون. اوكي يبقى الستاندرلايز دوت اللي بجيب نبات ستاندر خلاص زي ستاند كده، لو انا جيت عملت بعد ما بروسيس اكستراكت انا متاكده 100% ان هيطلع لي في نسبه معينه اللي احنا متفقين عليها في الايه في الالكالويد. وعرفنا خلاص الفرق بين التينكتشرز والكلام ده كله، عرفنا الستاندرلايزيشن بنعملها ازاي والفرق بقى بالصصام، وعرفنا هنعرف دلوقتي الدراج ريشيو وهكذا الكلام ده باذن الله هنعرفه. طب هنتكلم بقى على ثاني الالكالويد عندي، اتفقنا خلصنا اول واحد اللي هي ايه، هي عيله الايميتيدين او اللي هي كانت ايه كانت اسمها اللهم صل عليك النبي عليه السلام اسمها ايه يا ربي الابيكا خلاص. هنخش بقى على تانية حاجه اللي هي الايه الكيوراري. ايه هي الكيوراري دوت؟ اتفقنا ده عباره عن سموث ماسل ريلاكسنت خلاص، ده بس انا عباره عن سموث ماسل ريلاكسنت كلنا عارفين كده. المهم ده عباره عن الكيوراري ده بيكون ايه، بيبقى موجود في السورس امريكان ماشي، ده زي ما انت شايف كده ده بيقول لك المكان بتاعه وبيبقى بناخد انهي جزء ده اسمه خلاص، ده اللاتين نيم بتاعه مهم سواء بقى سبيشيز او جينس الفاميلي بتاعته وكل الكلام ده. طبعا ده بيبقى عباره عن ترو الكالويد نتيجه اللي حصل له اكستراكشنز من التايروزين الفارماكولوجيكال يوز ده اللي
هو التوبيوكيولاري كولورايد ده اسمه سكيليتال ماسل، سوري مش سمول ماسلز، اسف، سكيليتال ماسل ريلاكسيشنز. كانوا بيستخدموه ايام الحروب، كانوا يجيبوا اللي هي بتاعه السهم ديت خلاص المحراب دوت ويغطسوه بالتوبيوكيولاري بحيث لما يجي يضربوا بيه العدو يبقى السهم يبقى ايه يخدره كده ويخليه يتشل، ما يقدرش ايه يركن على جنب، يكون مرمي كده على جنب ما يقدرش يحارب مع الايه الجنود بتاعه ايه بتاعه اهل وطنه خلاص. فبالسهم كانوا بيستخدموه في الحرب سواء بقى اي في اي ام ده بالسهم يعمل لك ريلاكسيشن للماسلز، بيستخدم في العمليات ومن غير ما تحس من ايه، وزود من غير ما يعمل لك انالجيزيا اند سو اون خلاص، من غير ما يعمل لك ايه وزود دي من غير ما هو بالظبط السلام سكيت المسل ريلاكسنت بس ملوش بقى يعمل لك ان انت تتخضر تماما وهكذا. عشان نعمل بقى تو يوز اند كنترول الكونفولشنز للناس بقى اللي عندها كونفولشن ربنا يعافينا، او لو عندي بالسلام السكنين بويزنينج، لو حد واخد بويزنينج للسكنين فانا عايزه اعاكس التاثير بتاعه فاديله الكيوراري. الكيوراري عندي كذا الكالويد النسبه بتاعته عاليه مش بطاله، عباره عن تيبو كيوراري ده المين بتاعي اللي هو دي ديكسترو، ديكسترو تيبو كيوراري ده المين كومبوننت، ده الميجر بتاعي. الكيورين ده الماينوز او بوس ار ايه، الاثنين دول عباره عن ايه، لو انت جيت شفت الاستراكشر بتاعهم هتلاقي بالصار الاثنين عباره عن دايميريك اوف الكالويد. يعني ايه دايميريك اوف الكالويد؟ يعني انت والله لو جيت قسمت كده وقسمت كده هتلاقي بالصار عباره عن اثنين دايمر. طب ازاي؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه هتلاقي فين الايزوكينين جروب بتاعتنا، اهي الايزوكينين بتاعتنا اهي جروب ديت تمام، اللي هي عباره عن اثنين في اثنين حلقتين يعني بنزين كده وفيهم ايه نيتروجين. طيب وبعد كده بالصار عندك اللي هي الرينج ديت عندك الايه الفينوليك جروب، اهي فينوليك وفينوليك. طيب ايه كمان بالصلاه والسلام عندك هنا اللي هي الايه الجروب اللي من تحت ديت عندك اتنين بقى ايه، يبقى انت عندك بالصلاه والسلام اهوت انت شايف كده عندي الايزوكينين ايزوكينين ايزوكينين ايزوكينين، يبقى عندي اتنين ايزوكينين، عندي اتنين فينوليك جروب، بس هنا دي داخله في ايه في استر خلاص، دي بالصلاه والسلام هنا عندي فينوليك جروب، دي عندي داخله في ايه في استر ايثر سوري ايثر، فزي دي بتبقى دايميرك. يبقى لو قسمتها كده هيكون بالصلاه والسلام كانها ايه كان اتنين مولكيول ماسكوا ايه مع بعض خلاص، عشان كده بنسميها بس بنزايل. يبقى انت عندك بس بنزايل ايه ايزوكينيولين ايه استراكشر خلاص، عشان انت عندك بنزايل وهكذا تمام. طب ايه الفرق بين التوبوكيوراري والكيارين؟ اتفقنا ان التوبوكيوراري من ضمن الاكسبشنز اللي هو بيدوب في الميه نتيجه اللي هو عباره عن كواترناري الكالويد او كواترناري امين. ليه؟ هتلاقي هنا عنده بوزيتيف هنا ما عندوش بوزيتيف، فلذلك بالصلاه بيبقى عباره عن ايه، عباره عن كواترناري امين، بيبقى فينوليك او اتش زي ما انت شايف هنا بس فينوليك اوكي. طبعا ايه فينوليك ما ينفعش اعمل له اكستراكشنز او اللي انا عامله له صوديوم هيدروكسيد بيز عشان هيديني الفينوليت اللي هي الصولت اللي بتدوب، فمش هقدر اعمل له سيبريشنز، فلذلك عايزه اخليه في هيئه فري بيز او محطه عليه الامونيوم هيدروكسيد. امونيوم هيدروكسيد هتديك فري بيز، طب الفري بيز بتاعته هي عباره عن كواتر يعني بوزيتيف، اي كواترنري على الرغم ان هو بالكي جروب المفروض هيكون مش دايب، وجد ان هو بيدوب لان ده كواترنري بيعمل لك اونيك بوند والحوارات دي كلها والهيدروجين بوند، فبيدوب في الايه في الميه. الكيوراري مش هيدوب، فانا كده عملت لهم ايه سيبريشن من بعض. مهم جدا 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 يجي يقول لك بصص انا عايز طريقه اللي انا عملت فيها سيبريشن كيوراري خلاص للكيوراري بالصلاه والسلام من الايه من ال اللهم صل عليك نفسها اسمها ايه يا ربي من الكيوراري من ال اسمها ايه نسيت من التوبوكيوراري عن طريق فيزيكال ميثودز. فيزيكال ميثود يعني ايه؟ يعني بالصلاه عن طريق السوليبيتي مع الميه، بس اللي انا ادوب الاثنين مع بعض في الميه. الكيوراري مش هيدوب اما التوبوكيوراري هيدوب. طيب عشان نخلص بقى من الحتات اللي هي اسمها دراج اكستراكتد ريشيو، يعني ايه دراج اكستراكتد ريشيو؟ هتشوف فيجن كلوبا كده هتلاقي بالصصا في جدول كده عقيم كبير. المهم ده بالصصا المهم انت تعرفه فيه اللي هي الاكستراكتد دراج ريشيو اللي هي عباره عن ايه، ان حصل لي فيها ديليوشنز اللي هتديني النسبه الكونسنتريشن. يعني من الدراج اكستراكتد ريشيو ديت اللي انا اقول لك مثلا 6 ل 7 خلاص لواحد في الواحد، دي معناها ايه ريشيو نسبه ما بين حاجه لحاجه. يبقى انا بالصصا لو جبت مثلا 6 7 كيلو هتديك مثلا 1 كيلو جرام من الالكالويد دوت خلاص، اللي هي بقى بتكافئ البرسنت بتاع بقى اللي هتكون موجوده عندك في الايه في الكونسنتريشن دي، تشوفوها في الجدول بتاع الايه بتاع الجين كلوب خلاص، عن طريق الديليوشن والحوارات دي كلها والاختلاف بين السولفنت والريشيو هتختلف طبعا في الكونسنتريشن. لو انت غيرت في السولفنت وخلاص غيرت في الدراج دراج اكستراكتد ريشيو هتختلف لك طبعا في الكونسنتريشن. طبعا الدراج ريشيو ديت بتبقى نوت فيكسد مش ثابته تماما، لا ده بتكون متغيره. واتفقنا البودر بتبقى احسن من الليكويد، لان رغم ان البودر بتبقى اغلى في التحضير واصعب في التحضير ولكن بتبقى احسن لان بتبقى ايه كومبتيتيف احسن، يعني يعني تبقى سهله ان احنا نحملها، بتبقى سهله ان هي يحصل لها كاري اسهل بمعنى صح هاندلنج اي اسهل خلاص. واتفقنا الجين كلوب عندي الاكتيف فاكشنز هو ده اللي ايه اللي بستخدمه خلاص. ايه كمان بالصفه اتفقنا بقى اللي هي السموس ماسل ريلاكسنت كي اي ده بنجيبه بيحصل لك سكريت الماسل ريلاكسيشنز. الكي اي ده بيبقى عباره عن كواترنيا الكالويد شبه مين؟ شبه الترايجونيلا اللي هو تبع النبات اللي فيه ايه في الحلبه في الجريك. الباوت يوز احنا خلاص عرفناه، ده بيبقى عباره عن دايميرك اللي هو الاثنين، وعرفنا التوبيك اي بيبقى سوليبل ومين اللي بيبقى عندك برده بيبقى
كواترناري الكالويد وبيبقى سوليبل حاجه في الفلافونويد خلاص بيكون عليها بوزيتيف اللي هو الايزوسينين ده بيبقى ووتر سوليبل خلاص الايزوساينين ده بيبقى ووتر سوليبل من تبع الفلافونويد احنا بنجمع مع بعض خلاص. طيب جميل قوي وده بيوضح لك اللي ايه الديفرنس بين الايه الاثنين اللي عندي وكل رغي دوت. يبقى بنعملهم ازاي ايزوليشنز عن طيب بصوا انا وانت دلوقتي جيت حطيت الصوديوم هيدروكسيد الامونيوم هيدروكسيد سوري اللي هيحصل كلهم هيكون عندك فري بيز ما عدا الايه الكيوري ايه سوري التوبي كيوري هيدوب مين هيغصب عندك الوحيد الايه الكيورين الكيورين هو اللي هيغصب ليه لان بالسلام هو ما بيدوبش اما التوبي كيوري في الميه بايه بيدوب. طيب عشان انت حاطط اكوا سوليوشن طب بعد كده جيت حطيت خليته في هيئه غاصب فبعد كده عملنا بيوريفيكيشن ويز الاستر وكده اتخلصت من الكيورين. طب انا عايزه بقى بالسلام اتخلص بقى من الصوديوم هيدروكسيد وكل ده دوت اقوم حاطه هيفي ميتا زي ما انت شايف كده اللي احنا عارفينها بقى بالفلافونويد وعامله بقى ايزوليشن وعامل سسبنشنز كل الرغي دوت ومحطه ال H2S دي كانت موجوده في السسبنشن خطوات الفلافونويد سوري عمليه الاكستراكشن بتاع الفلافونويد كل حاجه بحطها عشان اشيل الحاجه اللي انا حطيتها في الاول حاطه ال H2S ديت عشان اشيل ال HgCl2 mercury chloride خلاص وهكذا و بعملها بيوريفيكيشن في الاخر يجيب لي البي بي تي من الايه من التوبيوكيرين خلاص. يبقى انا حطيت الهيفي ميتال ده ليه عشان يغصب لك يغصب لك التوبيوكيرين عشان التوبيوكيرين ده سوليبل في الميه. طيب وبعدين جيت بصص انا عايز اشيل بقى الميتال دوت بقى خلاص غصبته وخدته وعملت له ايزوليشن عايز اخليه في بيز او حط عليه اللي هو السلفايد اللي هو H2S وبعد كده اقوم عاملاها في الايسخ كده طلعت البي بي تي بتاعي. طيب هنخش بقى بالصصم على الاوبيوم احنا كده خلصنا الايبيكا خلصنا الكياري او اللي هي بالصصم ليها علاقه نبات توبي كياري وهكذا نخش على الاوبوبيوم الكالويد. الاوبيوم الكالويد دي بتاعت الايه بتاعت الافيون زي ما انت شايف كده بالصصم بتبقى عباره عن ملكي المهم اللي هي الجزء اللي بنستخدمه عندي او بيطلع لك الاوبويدل هو الماتشيور ايه ان ريبن كبسول الماتيو انا جايب الكبسول ايه هي الكبسول ديت بتبقى عباره عن فروت. طب الفروت بتيجي جايه منين جايه من ورده زي ما انت شايف كده الورده بتاعتي يبقى انت اول مرحله بتكون ورده تتحول لفروت اللي هي شبه الكبسول ديت تديك بصاصه من ايه الاوبيوم ممكن تجيب الكونسنتريت ده عايز تجيب بقى من الاوبيوم دوت تركيز عالي قوي يبقى بصاصه تجيب الليتكس اللي هو بتاع الابيض اللي بتنزل ميه ديت اللي هي الملكي ديت ملكي ليكويد خلاص. يبقى الليتكس او الملكي اكسكيوديتد خلاص بعمله ازاي عن طريق اجيب ماتيو ان ريبن لسه ما حصلهاش ريبن لان لو حصلها ريبن خلاص هتتصلب وتبقى عامله زي الخشخاش خلاص اللي هي الاوبيوم ده اللي عامله زي الخشخاش ده بقى اللي هي بتاعه الاطفال ده بتقعد تخشخش ديت خلاص. وده بس انا بستخدم بقى مهمه قوي 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 الاسم السبيشيز ده اللي هو البابا فارين ايه سومونوفيريم خلاص سومونوفيريم ده اللي بستخدمه مش بستخدم اللي هو البابا فارين بارسيتيم ما بستخدمش البارسيتيم لان البارسيتيم بيطلع لك بالصوت مثلا بيطلع لك حاجه بتبقى اسمها سايوبين السايوبين دوت عباره عن تايب اوف الدريفيتيف بتاعت الاوبيوم ولكن ما بيبقاش ليه اي ثيرابيوتيكال يوز ولا ليه اي اكتيفيتي ولا ليه اي حاجه خلاص. ده انت شايف كده ده الاستراكشر بتاعه وازاي بيستخرجوه وهكذا. يبقى هم جايه ريبن بوبيول خلاص بوبي خلاص بوبي كابسولز بيكون فيها النسبه دي نسبه عاليه ولا ليه نسبه قليله من الالكالويد خلاص. والاوبيوم الاوبيوم بقى اللي بيكون عندي بالصوت سلام بيكون فيه كده 25% من الالكالويد اللي هي 40% او كان ايه بي ايدنتيفيكيشنز الاوبيوم ذات نفسه بيبقى فيه نسبه عاليه اما لو انت جبت اللي هي الخشخاشه ديت اللي بتاع النبات كله على بعضه هيطلع لك نسبه قليله خلاص. يبقى كل ما بتكون مور كونسنتريتد اكتر كل ما هيطلع لك نسبه وتعمل لي اكستراكشنز نسبه ايه اعلى. يبقى عرفنا الاوبيوم بطلع منه اللاتكس اللي بستخدمه اللي فيه ميلك وهكذا. عندي سبيشيز بتاعتي بستخدمها اللي هي السومونيفيريم ما بستخدمش اللي هي الباركيتيوم ديت. الاوبيوم ايه بقى بصوا سلام الورده الحمراء زي ما انت شايفها كده سهل جدا اعمل له ايدنتيفيكيشنز الناس تعرف ازاي بيكون موجود احنا عندنا في الحدود بتاعت مصر ناحيه سينا واماكن ديت. طيب لذلك بصوا سلام تلاقي مثلا في الشرطه تفش الناس اللي بتعمل اوبيوم ازاي بتزرعه عن طريق تيجي في وقت معين هي عارفه امتى النبات ده بيطلع فبصوا سلام وقت العين ديت تبدا تبعت الطيارات وتبدا تمشي تبص من فوق لو لقيت ورده احمر كتير 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 في الحقل زي ما انت شايف كده بصوا سلام يبعتوا له الاوبيوم وتقفش الناس ديت وتعرف على طول ان هو الناس دي زرع الاوبيوم وتقوم مبوظه اللي هو الحشيش اللي هو سوري الافيون وهكذا تمام. يبقى احنا عرفناه الاوبيوم بيكون منتشر اكتر عندنا من الكوكايين. طب ليه؟ لان الكوكايين دوت بصوا سلام بيبقى موجود في امريكا اللاتينيه وبيبقى صعب تسخيبه بيبقى بعيد اصلا مش موجود مش بيزرعه عندنا وكمان بيبقى اكسبنسيف وهكذا تمام. ايه كمان اتفقنا خلاص الكبسول دي بنجيبها هي دي الفروت بتاعتي بجيبها بعد ما تكون الفروت. يبقى معنى كده الفلاور يبقى معنى كده بس انا بستنى الاوبيوم لحد ما تتحول الفلاور لفروتس اللي هي ايه الكبسول ولكن لو اخدنا الليتكس بيكون مركزه فيها اكتر هاي ايه كونسنتريشن خلاص. طيب جميل قوي
بعد كده اقول لك هنقسم بقى الكلاسيفيكيشنز بتاعه بتاعه الاوبيوم الكالويد، بنقسمها لثلاثه جروب. عندي الفينايل ايسايلاماين اللي هي الالكالويدز اللي هي اسمها الناغسين، بيكون ده الوحيد اللي فيه كاربوكسيليك اسيد، ده الوحيد اللي فيه كاربوكسيليك ايه اسيد، مميز جدا. الناغسين دوت تفتكر نار، ميه نار، فبيكون فيه كاربوكسيليك ايه اسيد. طيب بعد كده عندك البنزايل ايزوكينين الالكالويد اللي هو البافافيرين، والنوكو اللي هو الناركوتين، وبالصوص عندك اللي هو النيوكلوس بتاعه الفينانسرين، دي مميزه جدا جدا اللي هي الايه المورفين بقى والكوداين والثيابين اللي بقول لك عليه دوت، خلاص اللي هي المورفرين ايه ديريفاتيف. نشوف اول عيله عندي بالصوص هام اللي هي ايه، اللي هي الفينايل ايسايل امين الكالويد. الفينايل ايسايل امين ديت جاي من ايه؟ هي طبعا ترو الكالويد. طب ليه ترو الكالويد؟ لا سوري، هي بروتو الكالويد. ليه بروتو الكالويد؟ اول حاجه لان بره النيوكلس، دي مبدئيا. تاني حاجه بالصوص هام هي صحيح جايه من ايه؟ من امينو اسيد، ولكن هي بروتو، يبقى هي ديريفاتيف. امتى اقول عليها سودو؟ لو هي مش جايه من امينو اسيد، لا هنا جايه من امينو اسيد، ولكن هي بالصوص هام بتبقى بروتو الكالويد عشان هي الان بتاعتها بتبقى بره اكسترا سايكليك بتاعت الايه بتاعت الهيتشو سايكليك. طبعا البافافيرين ده بيبقى سموث ماسل ريلاكسنت، على عكس الكيراني والتيبو كيرين ده بيكون سكيلتال ماسل ريلاكسنت. كمان ده بيبقى عندهم سترونج، عندي بالصوص هام اللي هو السترونج ناركوتيك انالجيسيك ده المورفين، خلاص هو بيوضح لك يعني كل واحده استخدامهم كده سريعا. المورفين ده بيبقى عباره عن سترونج ناركوتيك انالجيسيك، الكوداين ده بيستخدم كانتي تو انتي تازيف، خلاص المضاد للكحه. البافافيرين ده بيستخدم سموث ماسل ريلاكسيشنز. طب الثيابين ده بيستخدم في ايه؟ في حالات الادمان. ده بجيبه منين؟ بجيبه من باكيتيديم اللي هو المخشيلي لازم عندي، بقوم جايبه منه بصاص اللي هو السلابين الثيابيان، وده بصاص بيبقى عباره عن ايه؟ بيستخدم للناس اللي عندها ادمان خاصه من الكوكايين، خلاص بقدر اعمل ايه اعالج الناس ديت، خلاص كانها وزدول لان هو اصلا ملوش ادكشن عن سوء. تمام. ايه كمان بالصوص هام اخص لو انا دلوقتي بالصوص هام عايزه المورفين، خلاص اصنع الهيرون. الهيرون ده بيبقى بيبقى فيري بوتنت 10 مرات. ليه؟ قالوا لا، ان انا جبت المورفين بتاعتي حطيت عليها داي استر، يبقى الهيرون بيبقى داي استر، ده بيبقى بالصوص هام بيبقى اقوى من الايه من المورفين اللي عندي. طيب بقول لك دلوقتي كمان سؤال بس كمان شويه، بس خليك مركز معايا بس في السلايد ديت. هنتكلم اول حاجه عندي على الناغسين، ده بيبقى ايه؟ لو انت شفت كده من الاستكشر على طول، اول حاجه تميزه اللي هو عباره عن ترشي امين. طب ترشي امين ده اقدر اعمل له يتوزو؟ لا، يبقى بص دي ماشي. ايه اللي يميزه؟ ممكن اعمل فيه تفاعل، طبعا الكربونايل جروب، خلاص على طول التفاعل الكيتون والايه والالدهايد دايركت، على طول اعمل تفاعل الايه الكيتون والالدهايد. تمام، اللي هو الكيتون جروب. الكيتون جروب اللي هي ايه؟ زي الاوكزيم او الهيدرازين، ايه الهيدرازين الفينايل هيدرازين. تمام، ده بيبقى عباره عن سلايت سوليبل ولا مستوليبل؟ طبعا سلايت سوليبل ان ووتر، نتيجه بالصوص اللي انت عندك ايه، عندك كاربوكسيليك اسيد، ولكن هو مش ستوليبلتي بتاعته عاليه، مش الواو بمعنى اصح. خلاص ايه كمان؟ طب البيزز بتاعته ايه اخبارها ايه؟ قال لك بالصوص مش هي المفروض لو انت بصيت كده تقول سترونج بيز، حلو جدا، ولكن لما تيجي تبص انت عندك في المركب فيه عندك اسيد، عندك اسيد، اتفقنا ده الناركسين دوت الوحيد اللي بيبقى فيه كاربوكسيليك اسيد. طيب ما ده كده ايه؟ مش انت عندك يعني المفروض هو كان يكون سترونج بيس، ولكن وجد ان انت عندك الكربوكسيليك اسيد برضه سترونج، يبقى معنى كده بس مأثر لك على البازيلتي فخلتها لك ايه؟ ويك اسيد، خلاص عشان كده خليناها ويك مونو اسيدك تيرشري بيس، خلاص يبقى خليناها بالصوص هام ايه؟ ويك مونو اسيدك ايه؟ تيرشري بيس. تمام؟ طيب وعرفنا بقى اللي هي الانسوليبل كلوروفورم وبلا بلا بلا الكربونايل والالدايد ديت اللي بنعملهم، او عندك هنا كربوكسيليك اسيد هتتفاعل مع البيس، فانت ممكن يعمل لك سولت، خلاص الهيدرازين واوكزيم بلا بلا بلا، وهنا نوت يوزد ايه؟ ميديكال. طيب بعد كده عندي اللي هو البنزا ايزوكينين زي عيد بقى البافافيرين اللي هي بقى بتجايه من التايروزين. طب دي ترو ولا بروتو ولا سودو؟ لا طبعا دي ترو، لان جوه جايه من امينو اسيد، يبقى على طول بس تبقى ترو. البافافيرين ايه الاخبار بتاعته؟ يلا نبص على طول، لان هنا ديت داخله في ريزونانس، يبقى تبقى ويك بيز. تمام اوكي، لون بير مش هتبقى افايلبل عندي. طب هو اوبتيكال اكتيف ولا اوبتيكال ان اكتيف؟ مفيش كايرال سنتر، يبقى هتبقى اوبتيكال ان اكتيف، وتبقى ووتر انسوليبل ولا ووتر سوليبل؟ ووتر انسوليبل، لان مفيش عندي ايه جروب بولر، وكمان هو بالكي ايه جروب. اعمل له اكستراكشن عن طريق فينولس فيروم اسيديك ميديم، ويعمل له اكس ايه تراكشنز. طبعا احنا عارفين اللي هو الفارينز تيست اللي من العملي ده بتاع الايه بافافيرين، وعرفنا ازاي بنعمله. البافافيرين ده بيبقى سبازمو مايليتيك وفازو دايلكت، يعني لك فازو دايليشنز وسبازمو مايليتيك يعني انتي سبازموتيك. تمام، يبقى بيستخدم كانتي سبازموتيك للشي اتش وبرونكو دايليتورز لعلاج الازمه. تمام، طيب جميل قوي كده، احنا خلصنا البافافيرين بكل السلطات بتاعته. طيب ايه كمان بالصلاه؟ انا سام عندي بقى الاوبيوم الالكالويد اللي بيكون موجوده فيها ايه؟ فيها الفينانسرين. فينانسرين جروب دي مهمه قوي قوي. النيوكليس بتاعتي هتلاقي عباره عن حلقه سداسيه، حلقه سداسيه، حلقه سداسيه، وعندك بقى الحلقه السداسيه الخارجيه اللي من بره دي ما بين الايه النيتروجين. طب اول حاجه الان دي جوه ولا خارجيه؟ هي دلوقتي جوه سايكل. تمام، يبقى بالصلاه هتلاقي الان عندك داخله جوه سايكل. طيب ده بتبقى جايه من عيله شبه الايه؟ هي اصلا ديريفاتيف من الايه؟ من مورفرين ايه جروب الكالويد، جايه طبعا من
التايروزين يبقى دي ترو الكالويد. لان انت شايف كده المورفرين والكودايين والسايوبين التلاته دول بيبقى عباره عن سترونج بيز. طب ليه سترونج بيز ما نحفظش؟ نيجي نشوف النيتروجين. النيتروجين ديت هل داخله فوزنس؟ لا مش داخله فوزنس عادي جدا بالصلصال، يبقى دي سترونج بيز. طب ده السايابين؟ لا هنا عندك داخل فوزنس سنجل، عندك سوري دبل سنجل لون بير، يبقى بالصلصال داخله فوزنس. اما هنا كان ايه ده لون بير سنجل سنجل خلاص. واحد يقول لي ما انت عندك هنا دبل، هقول لك لا بعيده مش هتخش في ايه ريزونانس، فلذلك دي بتبقى سترونج بيزك ايه الكالويد. اما دي بالصلصال بيبقى ويك عشان نتيجه الايه ريزونانس. طب ايه الفرق بين الثلاثه بقى اللي هو المورفين والكودين والهيروين؟ الهيروين بيبقى داي استر على طول كده، يبقى انت هتعمل اثنين استايل جروب في الار ديت. طب المورفين الاثنين اتش خلصت الحدوته، يبقى عندك داي فينوليك. طب ثانيه واحده، لو انا حطيت هنا اتش وحطيت هنا اتش هل الاثنين هيبقى فينوليك؟ لا طبعا، لان الرينج دي مش اروماتيك. امتى اقول على حاجه فينوليك؟ لما يكون عندك او اتش على حلقه اروماتيك، يعني كلها ساتوريشنز او كلها عندها ريزونانس، سوري يبقى عندها في ثلاثه ايه ريزونانس، عندها بنزين ايه رينج، يبقى ده بس اصلا ساعتها تبقى فينوليك. اما دي هسميها او اتش ايه او اتش الكحوليك. طب الكودين، الكودين ده بالصلصال عندك هنا الار واحد عندك ميثايل، يبقى هنا ميثوكسي، يبقى ما عندكش فينوليك جروب، وهنا عندك اتش يبقى انت عندك او اتش ايه الكحوليك. تمام، طيب عرفنا الفرق بينهم، عرفنا كل الرغي دوت. طب عايز افهمك حاجه، ايه الفرق بقى؟ اتفقنا خلاص الهيروين. السؤال مهم جدا جدا جدا، هاو بي ديفرنشيشن بتوين الكوكايين، خلاص الكوكايين والهيبرين. يجي يقول لك عايز اعمل لك ديفرنشيشن ما بين الكوكايين، خلاص الكوكايين مش الكودين، خلي بالك الكوكايين ده كان الكلاس بتاعه الاتروبين والعيله ديت، خلاص الكوكايين الاثنين عندهم ايه ديفرنت كلاسز، ولكن الاثنين داي استر خلاص. والهيرون الاثنين هتلاقوا عندهم داي استر الاثنين بس عندهم ديفرنت نيوكلاس. طب واحد يقول لي ازاي افرق بينهم؟ هو هيجي لك في الامتحان او يسالك في الشهر ازاي ممكن تفرق ما بين الهيرون والكوكايين، ولكن بطريقه فيزيكال، يعني مش طريقه كيميكال، مش هتحط لي اي كيميكال ريجنت، هتعملها ازاي ديت؟ قال لك والله لو وجد ان لما بتقول تلاقي تجار المخدرات يدوق البتاع على لسانهم. طب ليه دول بتاع على لسانهم؟ عشان قال لك الكوكايين يلاقيه بيعمل نملس، نملس يعني يعمل لك بصفه تنميله في طرف اللسان، يعني يجي يدوقه. اما بالصلصال الهيرون ما بيعملكش كده. يبقى انت بتعملها ازاي؟ طريقه فيزيكال، عن طريق اللي انا اقوم عاملاه تيستنج باي تيست على التانج، لو حصل لي نملس هيديني ايه كوكايين، لو ما حصلليش يبقى ده الهيرون. دي مهمه جدا جدا جدا. طب مين الاخطر؟ الهيرون لازم تعمل كومباريزون ما بين الهيرون والكوكايين. طيب ايه مين الاخطر، الهيرون ولا الكوكايين؟ طبعا هتبقى الكوكايين. طب ليه؟ ان اقول لك حاجه اخطر لما يكون ملهاش انتي دوت، اما الهيرون ممكن ايه اتعالج من الايه الادكشن بتاعته، على عكس مين؟ على عكس الكوكايين بالصلصه الادكشن بتاعته ما ينفعش اجرب فيه اصلا الكوكايين والهيرون ما ينفعش اجرب فيه. يعني مثلا ما فيش واحد يجي يقول لك يا عم هنجرب وبعد كده خلاص، هنجرب بس مره وبعد كده خلاص. طب ليه؟ قال لك والله اصلا انت بتيجي تاخد الدواء دوت، خلي بالك تاخد الكوكايين والهيرون الاثنين دول بتشمهم. طب ازاي؟ عن طريق بالصلصه، عن طريق النوز بتاعتك بتشمهم عادي، تقعد تشمشم فيهم وهكذا. طيب ليه بقى بالصلصال ما ينفعش اجرب؟ يعني لو خدت شم خلاص انت كده بدات تكون ادكشن، على عكس مثلا السجاير، على عكس النيكوتين اللي هو النيكوتين. النيكوتين ده لو انت بس خدت ماشي شربت سيجاره او سيجاره، ممكن بعد يعني بعد مده تكون ادكشنز وتقدر ايه ما تعرفش توقفها بسهوله بمعنى صح. ولكن بالصلصال لو انت مثلا خدت سيجاره او سيجارتين وبعد كده خلاص قررت انت تقف، مش هيكون مش مبقاش عندك الوذدرول افكت، وما بقتش مدمن، وما بقتش ادكشن اند سون. طيب ليه بقى بالصلصال الكوكايين الهيروين دوت من اول شمه يكون عندك بقى ادكشن ويكون بقى مدمن وهكذا؟ قال لك دي تول فيسيولوجيكال ديبندنس. ايه هي الفيسيولوجيكال ديبندنس؟ يعني جسمك بصراحه حصل له ايه، انت اول ما بتاخد الشمه بيخش يتوزع في كل الريسبتورز الموجوده جوه جسمك، فبصراحه يخلي بقى الخلايا تتنشط وتكون كلها اكتيفيتد وهكذا. اول ما الدوز كلها تختفي خلاص، اول ما الجرعه تختفي خلاص وانت وقفت، تلاقي الراجل ده مايل زي نايم زي كيس كده او زي قطعه القماشه اللي مرميه على الارض، وبصراحه مش قادر يقوم. علشان يقوم ويستعيد نشاطه تاني محتاج ياخد ايه جرعه تانية، وهكذا وهكذا وهكذا. فلذلك بالصلصال ما ينفعش فيها ابدا 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 التجربه في الكوكايين والهيروين، ما ينفعش فيها خالص. لان اقول انا ايه هبطل من نفسي، لازم عشان خلاص خدت نشمع على طول على طول على المصحه لو انت عايز ايه تخفي منهم. تمام، طيب خلاص عرفنا بقى الفرق ما بينهم، عرفنا الادكشن بتاع الهيروين بيبقى اسهل شويه من الكوكايين عشان ما فيش بالصلصال، ارحم شويه عشان الكوكايين صعب شويه في عمليه الادكشن، وحش جدا وصعب ان انا اعالج الادمان بتاعه. اتفقنا بيحصل لي ايه ريفرسبل فيسيولوجيكال ديبندنس. خلاص عرفنا بالصلصال الاثنين بتاخده عن طريق ايه الستافنس، يعني ايه عن طريق الشم، عن طريق النوز. ليه ما اخدهمش اي في ولا اخدهم مثلا اورال او كده؟ قال لك بصراحه مش الاثنين داي استر، لو انت جيت شفت الاستراكشر بتاع الهيروين هتلاقي داي استر. طيب مش داي استر ديت انت عندك هيدروليسيس انزيم موجوده جوه الاستومك وموجوده جوه الجي اي تي وموجوده جوه البلاد وهكذا. اه فلذلك بصراحه لو انت حتى حقنه زي مثلا ما بيحقن المورفين او بيضرب بيحقن اي حاجه، او بصراحه مثلا خدوا اورال تابلت وهكذا،
هيتكسر على طول، مش هيدي له اي افكت. ليه؟ لان انت عندك هيدروليسيس انزيم هتكسر لك الايه، هتكسر لك الداي استر اللي عندك سواء بقى للهيروين او الكوكايين. فبالصراحه الاثنين مش ايه، مش هينفعوا يستخدموا غير اللي انا اشمهم، عشان ما فيش ده شم خلاص دخل حصل له ديستريبيوشن بسرعه، فبالصراحه مش هيحصل له هيدروليسيس. تمام. يبقى اكزام الكوكايين بيحصل له كليفج، يجي يقول لك ليه اشمعنى الاثنين دول لازم اخدهم بالستفنس واخدهم عن طريق الشم والنوز وهكذا، ما ينفعش اخدهم اورال او اي في، او يجي لك في صح وغلط. ليه؟ عشان بالصراحه الاثنين بيحصل لهم هيدروليسيس بي الايه بي ال لان بالصلاه والسلام ان الاثنين قصدي بالصلاه والسلام بيتحصل لهم هيدروليسيس باي هيدروليسيس انزيم لو هكذا. يبقى لو انا خدت اورال او اي في مش هيحصل له، مش هيكون مدمنه خالص. ليه؟ عشان بيتكسروا في المعده في الاتش سي ال نتيجه الايه، نتيجه الداي استر اللي عندي. تمام. وكمان يبقى معنى كده لو انا خدت، ليه بقى؟ يجي يقول لك سؤال تاني، الكوكا ليف في اليمن خلاص احنا واخدينها، الكوكا ليف في اليمن كانوا بيجي ياخدوها يقول لك ايه، احنا ناخدها بيمضغوها تحت لسانهم، تحت اسنانهم وبياخدوها، رغم ان الكوكا ليف فيها كوكايين. طب ليه ما بتاثرش فيهم؟ ده سؤال امتحان. طب ليه ما بتاثرش فيهم ويكون ادكشن ويكون الشخص ده مدمن؟ قال لي والله لان هو خده ايه باورال، فلما خدوا اورال هو بالصدفه حصل له هيدروليسيس الاستر، فهو بس اداك الافكت جاست للستيميوليشن. هما كانوا بياخدوه ليه اصلا؟ تحت اللسان تحت بقهم ويقعدوا يندغوا فيه علشان يخليه ستيميوليشن، يتخلى واحد عايز يشتغل اكتر، واحد وراه امتحان وهكذا. ودي طبعا ما بتكونش ليجل هناك، يعني في اليمن مش ليجل، هنا ممكن تبقى ليجل. طيب ليه؟ عرفنا ليه؟ عشان بالصدفه لو انت خدته وندخته هيكون جاست اشتغل كستيميوليشن، مش اشتغل كناركوتيك، مش هيديك ناركوتيك افكت نتيجه ان عملت هيدروليسيس للداي استر في الجي اي تي ستومك او في البلاد الاسترز الموجوده عندي. يعني بكوكا ليف دي بتتمدغ، فبالصلاة مش بيحصل لك اي ادكشن منها. تمام. ده كل الحاجات المهمه اللي انا عايزه اقولها لك هنا. عرفنا خلاص ان النارسين ده بيبقى ان اكتيف اوبتيكال ان اكتيف نتيجه الابسنس اوف الكاريال سنتر، بيكون عنده كاربونايل جروب، يبقى نعمل له اوكزيم نتيجه الكيتونز، بيتكون لك سولت نتيجه وجود الفينول، ده بيبقى عباره عن بوتا الكالويد بلا 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 وكل الكلام ده كله. البافافرين بالصلاه يجي لك سؤال مهم جدا جدا جدا، ازاي تو بي سيبريشن؟ انا راجع معاك خلاص، ازاي اعمل سيبريشن ما بين البافافرين خلاص والاتروبين؟ ازاي بالصلاه اعمل بينهم سيبريشن؟ قال لك البافافرين زي ما انت شايف كده هو عباره عن ويك بيس، صح؟ مش هو عباره عن ويك بيس. ايوه. الاتوبين ده بيبقى بصصم ايه، سترونج بيس. طيب الويك بيس دوت خلاص، الويك الويك بيس ديت خلاص، الويك اللهم صل على سيدنا، الويك بيس ديت محتاجه سترونج اسيد عشان تتفاعل معاه. يبقى البافافرين هو ويك بيس، فعشان اتفاعل لازم اكون سترونج اسيد. والله لو انت ويك وانا ويك مش هنقدر نتفاعل مع بعض، فلو انا جبت ويك اسيد هيتفاعل مع الاتروبين، مش هيتفاعل مثلا مع البافافرين، يبقى هيتفاعل مع اي حاجه اقدر البافافرين لو هي سترونج بيس. طب ليه؟ عشان ويك بيس خلاص، الويك اسيد سوري، ويك اسيد مش هيكون لك سولت مع البافافرين نتيجه البافافرين عباره عن ويك ايه بيس. يبقى انا ممكن استخدم الطريقه ديت في السيبريشن بين البافافرين والاتروبين عن طريق تكوين السولت، عن طريق ان انا احط ويك ايه بصصم ويك اسيد هيتفاعل مع الاتروبين هيديك سولت، اما البافافرين مش هيديك ايه، مش هيديك سولت. خلاص الحته المهمه جدا بتاعت السيبريشن. تمام. اتفقنا الكوكايين ده بيبقى سوليبل ان ووترز، ده بيبقى نون فينوليك. لو احنا جينا افتكرنا النيوكلس بتاعه الكوكايين خلاص، الكوكايين مش الايه، مش الكودين خلاص، الكودين دي حاجه ثانيه احنا ما اتكلمناش عليه دلوقتي، انا بقارن بين الكوكايين والهيرون دول يهموني خلاص. بصوا ما تلاقي نون فينوليك جروب بيبقى سوليبل في الايه، في الميه. تمام. ايه كمان بصوا انا عايزك تعرفه، المورفين طبعا بيبقى فينوليك. عرفنا بقى بصوا ان انت عندك او اتش الكحوليك واو اتش فينوليك. عندك الالكحوليك دي بتبقى عباره عن اكتيف خلاص نتيجه الادكشن وهكذا، عندك هاي اسيد. طيب هنا بصوا هنا عندك دبل بوند، هنا ما عندكش هنا سوري بصوا عندك واحده دبل بوند، هنا عندك اتنين دبل بوند. يبقى معنى كده ممكن اعمل ديفرنشيشن بين ده وده ازاي؟ عن طريق ان انا هنا لو انا جيت حطيت مثلا اتش بي ار او حطيت بي برومايد بي ار 2، هنا هيديك الداي برومايد صح، داي برومو خلاص، اما ده هيديك ايه، تترا، نتيجه ان انت عندك اتنين دبل بوند. يبقى الاثنين حصل لهم ايه، ان ساتوريشن، خلينا هم ساتيوريشنز، فبصصم هيديك تترا ديريفاتيف اوف السايابين. تمام. طيب اتفقنا بصصم المورفين اقل بيزازتي شويه من الايه، من الهرمون والكوداين نتيجه ايه، نتيجه لو انت شفت هنا هتلاقي هنا اتش وهنا اتش، يبقى انت عندك او اتش فينوليك، او اتش فينوليك اللي هي دي بالصلاه والسلام، وانت عندك هتقلل لك الايه بيزت، نفس فكره بالظبط بتاعت الايه البابا فرين. تمام. طب الهرمون ده بيستخدموه سينثيتك، بيصنع سينثيتك، بيبقى عباره عن داي استر هو وكوكايين، بيبقى ليس ستيبل نوت تيكن باي اورال اند اي في. وعرفنا البيزك نمبر بتبقى مختلفه تماما عندي بالصوره سامي الايه، البيزك نيوكليس خلاص بتاعه الكوكايين مختلفه تماما عن الايه، عن الهيرون زي ما انت شايف كده بالصوره. النبع عليا افضل صوت واسع. يبقى المورفين ده عباره عن فينوليك، عندك فينوليك او اتش وعندك فينوليك ايه، سوري عندك او اتش فينوليك واو اتش ايه الكحوليك. بيحصل له بي بي تي فروم الاسيديك اوكي، وبيحصل له بعد كده نحط اديشن من الصوديوم هيدروكسيد، ما امونيوم هيدروكسيد، امونيوم كلورايد، بلا بلا بلا، كل ده الكلام احنا ايه قايلينه، بنعمل ميثايليشنز للفينوليك يبقى تديك كلودايين، لو انت حطيت ميثايل يبقى كلودايين، لو انت عملت اتش سي ال
يبقى عملت ايه؟ ابو مورفين. ابو مورفين ده بيستخدم كايماتيك، يعني حاجه برضو ايماتيك زي شبه الايميتين. خلاص إيه عملت استايليشن، هيديك داي استر اللي هو الهيرون اللي بيبقى مربوط انت عندي. خلاص يبقى الاوبيوم الكالوي زي ما انت شايف كده، بس هو سام از اير درايد ايه ميلكي جروب جاي من ايه، خدنا الكبسولز اللي هو عندي الكبسوله بتاعتي اللي هي بتبقى ان ريبن او ماتشوريشن زمين البابا فرين فاميلي فابافرين وهكذا. نستخدم الايه السبيشيز ديت، ما بستخدمش السبيشيز ديت لان ملهاش اي اوبتيكال اكتيفيتي، تمام، او ملهاش اي اكتيفيتي. ازاي بقى صنع المورفين؟ خلاص فروم التيروزين عادي جدا، از تابير ات شود بي ايه كومبلكس، هي زي ما انت شايف كده هي شكلها كومبلكس قوي، بس بصوا سامي اللي يهمنا عندك ايه، انت تمشي خطوات واحده واحده وهتفهمها باذن الرحمن. خلاص ودي هنبقى نعيد عليها تاني المحاضره الجايه، بس هنقراها دلوقتي عشان تكون خدت عنها فكره، بحيث لما نيجي نقولها المره الجايه باذن الرحمن في بدايه الليكتشر تكون الموضوع عندك بسيط. انت دلوقتي عايز تصنع ايه المورفين نيوكليس ما بين من مين؟ من التيروزين اللي هو الامينو اسيد بتاعي. طيب يبقى انت اول حاجه هتبدا لي بايه اللي هو الريتيوسين اللي هو الاوكسو بارا اكسيدس كابلنج، عملت اوكسو بارا كابلنج، عملت كابلنج ما بين دول، وبعدين اداك حاجه اسمها سالوتروبين ده الشكل بتاعها، بعد كده اداك ايه السايابين. المهم ان انت حصلت على السايابين، فاهم بين السايابين وبين المورفين اللي هي الاثنين دبل بوند عندك في السايابين، عندك اثنين دبل بوند في السايابين، المورفين عندك واحده، وعندك بالصاصم كمان ايه اللي هي الميثوكسي جروب اللي هنا عايز اخليها اتش. طيب يبقى هنا ايه بارافيربين دي موجوده في الايه في الباركينام اللي هي عندي ده كده اند برودكت بتاعتي. طيب انا بقى بالصاصم عايزه اقوم جاي عاملاها، فقال لك اقوم جاي من كده على طول من بابا، لو انا دلوقتي بس انا جايبه السايابين، لو انا جايبه السايابين من البافافرين الباركيام دوت اللي ما قلتلكش ليه ما لهوش استخدام، مش هقدر اكمل بقى الخطوات. اما لو انا جايبه السايابين شويه السايابين اللي كانت موجوده في السومونيفوريوم، عشان كده قلنا احنا بنستخدم السبيشيز اللي هي اللي هو السومونيفوريوم ديت، لازم تركز السبيشيز زي انهي، فده بس انا اقدر اكمل بقى الخطوات اللي انا هحاول من الكوكايين، بعد كده احولها للمورفين عن طريق اعمل ساتوريشن، بعد كده اقوم عامله او شايله الميثايل جروب اللي عندي ديت، تمام. يبقى الاوبيوم الكالويد ده بيبقى ناتشورال كيورنج عندها بالصاصة، عندك اسم جايه من ميكونيك اسيد خلاص اند اذر اسيد ويز سبيشال ديت، ده شكل الميكونيك اسيد، هو بيكون عندها شبه الجروب ديت. خلاص التست لو انا عايزه بقى عايزه اعمل تيست فور ميكونيك اسيد، هو جاي عامل ايه، جايبه سوليوشن من اوبوديوم وحاطط عليه كالسيوم كلورايد وعامله فلتريشن بلا بلا بلا. المهم ان في الاخر بالصاصة هديك ايه كولر كومبلكس، مش بتتاثر بالاتش سي ال ولا بالاتش جي سي ال 2 اللي هو الميكرو كلورايد. خلاص التست دوت بيبقى غامق جدا، بيبقى ايه مهم جدا قوي للاوبيوم خلاص اللي هو الايه بتاع الميكونيك اسيد. طب النيتروزو عندك ليه نيتروس اسيد خلاص فوق المورفين، لان بالصيام هنا بيقول لك اندايل نيتروزو، لان انت لو جيت شفت ال ان بتاعت المورفين هتلاقيه بالصيام عندك ايه عباره عن هتديك ايه كولر بمعنى صح. ليه؟ لان بالصيام عندك ال ان اللي هي بتبقى سكندري بتتفاعل مع النيتروس اوكسايد، تمام. يبقى زي ما انت شايف كده النيتروس ايه اسيد خلاص يديك ايه ريد كولر زي ما انت شايف. يبقى ذيس سنسيتيف وده بيحدد لك كمان الكونسنتريشن، يبقى النيتروس اسيد بيقدر يحول لك كوانتيتيف اناليسيس. طيب ايه بقى الفارماكولوجيكال يوز بتاعه المورفين؟ المورفين كلنا عارفين ده بيبقى حاجه ايه، بتبقى سي ان اس وبريفيال اللي علاقه بالبريفيال سنترز. هنشوف كل واحده بتعمل لك ازاي. اول حاجه ده بيبقى حسب الستيريو سيلكتيف بتاعتي، يعني حسب الشكل بتاعه، هو بيتاثر على حسب الكونفيجريشنز بتاعته، على حسب الايزومرز بتاعتي خلاص. بيبقى ريفرسبل، بيبقى عنده هاي افينيتي تو ذا سبيسيفيك ريسبتورز الموجوده عندي في السي ان اس. طب لو هشتغل كسي ان اس هيبقى يكون عندك ايه سيلكتيف انالجيستك، طبعا ده انالجيستك قوي جدا جدا جدا، يعني لك ان باشا السبستانس اسمها بي، البي ديت المسؤوله عن البين، سبستانس نيورو ترانسميتور بي دي مسؤوله عن البين، لو انا عملت لها انهبيشن يبقى مش هحس باي ايه الم. ريسبيراتو ديبريشن يعمل لك ريسبيراتو ديبريشن، يقلل لك يؤدي لريسبيراتو ديبريشن، يعني بس بيقلل لك ممكن ما هو سبب الموت او لو انت بتاخد اوفر دوز من المورفين تموت بسبب الايه ريسبيراتو ديبريشن. خلاص ديبريشن اوف ذا كاف يقلل لك الكاف سنتر، وكمان بالصصام السايكوتيك ديبندنس نتيجه بالصصام الايه توليرانس وهكذا والفيزيكال ديبندنس. بعد كده البريفيرم ممكن يعمل لك فوميتنج كونستيبيشنز، كل الحاجات دي بالصصام بتبقى سايد افكت الناس اللي بتاخد الايه المورفين. خلاص يبقى الناس المتعاطه المورفين دي عبيطه، عشان عايزه بس تسكن الالم ومش عايزه تحس باي حاجه ولا عايزه تحس بالم الحياه، ولكن هي عبيطه بتاذي نفسها في الاخر، بيجي لها كل الحاجات دي يوري تنشنز نتيجه اللي انت عملت الاكشن على سموث ماسلز، براديكارديا، فازودايليتور، هايبوتنشن لو انت عندك هاي دوز اند سو. يبقى اليوزز ام اليوزز اللي انا بستخدمها كفارماكولوجيكال يوزز استخدمه كانالجيسيك، بس الحاجات السيفير، الحاجات السيفير اكيوت ايه باراليسيس بين عندي بصصام واحد زي كانسر، واحد عنده كدني إيه بعد العمليه بعد حادثه، حاجات كبيره كده. طيب عشان عليك بقى الهيروين ادكشن اللي هي بصصام في غير كيس ونو اذر سيرب از ايه افكتيف، بستخدم بقى مين الميثادون بستخدمه، وهو والبيبرينوفرين دول بصصام عليك الادكشنز لو انا عايز حد بيتعاطى هيروين وعايز اخليه يتخلص من الايه من الادكشن. التوكسيسيتي بتاعتي بتبقى دي الرينج بتاعها، وده بيحصل لك ادكتنج تولرانس اوف هاي اي دوز، تمام. طيب الكودين ايه اخباره؟ بيبقى سوليبل ان ووترز وكلوروفورم والحوارات دي كلها، على عكس الايه المورفين بيكون بصاصا ديزولفد ان امونيوم هيدروكسيد.
الكودين امونيوم هيدروكسيد دوت بيبقى كومبلكس، عم يعمل لك كومبلكس لان بيصمم على امونيوم هيدروكسيد على عكس المورفين دازنت فورم الفينوليت عشان ما عندوش الفينوليك جروب، يبقى على عكس الايه المورفين، كل حاجه عكس الايه المورفين. بستخدمه كايه؟ اهم حاجه عندي انتي توسيف، انتي توسيف ايه او سيداتيف خلاص عشان ينيم وهكذا. وده المينيمال ليسال دوز، يعني دي اقل جرعه ممكن تموت نفسك فيها ان انت تاخد 800 مللي ايه جرام. ده بيبقى وايدلي ديستريبيوشنز ماشي، بيبقى ليس ناركوتيك، ناركوتيك افكت بتاعه اقل، ليس توكسيستي، بيبقى ليس دينجرس ان هابيتد ايه فورميشنز. الاستراكشر بقى بيستخدم الصار، خلاص الصار بتاعه المورفين ايه هي زي ما انت شايف كده، بيستخدم عندك الايه الافينيتي، عايز ازود الافينيتي للسبيشيز بتاعه الاوبيجي اللي عندك، حاجه اسمها في دماغك احنا كلنا من الفارما وعارفينها من الميديسينال، حاجه اسمها اوبويدال ريسبتورز. خلاص الاوبويدال ريسبتور ده بيستخدم عايز اخليها، عايز اخلي المورفين يا اما اشتغل اجونست يا اما اشتغل انتاجونست على حسب الاستراكشر بتاعه وعلى حسب الصار بتاعتي هيقدر اشوف هيشتغل ايه. ها اول حاجه انا هشوف هو اجونست ولا انتاجونست ماشي، دفعنا الليبيد سوليبيليتي، الجروب ده بتزود الليبيد سوليبيليتي بتخليه ريزيستنس للميتابوليزم، دي اول حاجه عندي تمام. طيب لو انا عملت بقى هنا اسيتيليشن، يبقى لو عملت هنا اسيتيليشن الاو اتش ده زودت اللايبوفيليستي خليته بالصاصه يشتغل يكون ميتابوليزم للبريكنج، يعني يقعد في جسمي مده اطول، ممكن يشتغل اجونست وانتاجونست خلاص يعني على حسب الريسبتورز اللي همسك فيه. طيب لو انا عملت ريدكشن للميثايل جروب اللي هنا ديت، عملت بقى ريدكشن او عملت بعد كده او هنا عملت ميثايليشن، يبقى عملت هنا ريدكشن وعملت هنا ميثايل، عملت اوكسيديشن عملت استايليشن اي حاجه من الحاجات دي، او عملت اليمنيشن، كل الحاجات دي بتستخدم فئات سي 14، كل الحاجات دي بالظبط انا سام هتبقى ايه، هتديني نفس الحاجات، هتزود اللايبوفيليستي، هتزود لك الريزيستنس تو ميتابلويد خلاص عشان الاو اتش ديت مسؤول عن الميتابلويد، فانا زودت الريزيستنس حطيت مكانها ايه ميثوكسي، فبستخدم زودت الايه خليتها تقع في جسمي اكتر، جسمي مش يكسرها لك وهكذا، خلاص ممكن تشتغل اجونست او انتاجونست تمام. طيب لو انا عملت بقى هنا ريدكشن للدبل بوند ديت مش هيكون عندي اي افكت، يعني ريدكشن للميثايل جروب ديت مش هيكون عندي ايه اي افكت، يبقى لو حطيت سمول الكايل راديكال اي حاجه من الحاجات دي نفس الفكره، هتعمل لك نفس الحاجات، زودت اللايبوفليستي وهكذا. طيب يبقى الحاجات دي بتزود لك الاكتيفيتي، يبقى انا كل الحاجات دي بتزود لك الاكتيفيتي اللي هي ايه عملت هنا بالصصام خلي، المهم ان انا خليته لايبوفليستي، مو لايبوفليستي ازاي عن طريق الاو اتش ديت خبيتها خليتها في هيئه استر، خليتها بالصصام استايليشنز، هنا برده عملت ميثايليشن استايليشن، عملت ليها اوكسيديشن، المهم عملت اي حاجه او شلتها خالص، حتى هنا بالصصام مش هتاثر معايا، هنا الميثايل ديت شلتها وحطيت مكانها ايه جروب بالكي، المهم انا بزود اللايبوفليستي فبزود الريزيستنس للميثايل بزود الاكتيفيتي. طب الحاجات بقى اللي بتقلل لك بالصصام الاكتيفيتي اللي انت تعمل لي ايه، تعمل لي هنا الاو اتش ديت تعمل لي فيها ميثايليشنز، يبقى لو قللت عملت فيها ايه بالصصام ميثايليشنز، يبقى هنا لو انت عملت اسيتايليشنز يعني حطيت سي اتش 2 سي او او، يبقى ده بالصصام هتبقى ايه هتزود لك الاكتيفيتي، يبقى الاستايل اللي هي 2 هتزود لك الاكتيفيتي. طب لو حطيت واحده بس لا هتقلل لك الايه الاكتيفيتي، طب فتحت الرينج بتاعت النيتروجين هتقلل لك الاكتيفيتي، عملت دي ميثايل شلت ميثايل خالص خليتها كواترنري خليت الان دي تبقى كواترنري يعني تبقى بالصصام زي سولفر زي التوبوكيوريد خلاص، يبقى بالصصام هتقلل لك الايه الاكتيفيتي، فتحت الرينج يبقى زود اللي هي الرينج بتاعت الاوبوكسيديت يبقى قللت الاكتيفيتي، عملت دي هيدريشن للمولكيول خليتها ابو مورفين يعني شلت الاو اتش مع ميه، يبقى ده بالصصام قللت الايه الاكتيفيتي، كل الحاجات دي بتقلل لك الاكتيفيتي. يبقى الحاجات اللي بتزود لك الادكتيفيتي اللي عملت ريدكشن خلاص، يعني بالصصام خليت شلت الدبل بوند، حطيت ميثايليشن، عملت اوكسيديشنز، عملت بعد كده اليمينيشنز خلاص، دي الخطوات بتاعتي، حطيت الاو اتش دي حطيتها بالصصام خليتها تبقى الاو اتش الكحوليك خلاص، الالكحوليك ديت خليتها بالصصام حطيت ده كل الحاجات دي بعملها الاو اتش الكحوليك، اللي عامل ريدكشن الاو اتش الكحوليك، بعد كده اعمل لها ميثايليشن واعمل لها اوكسيديشن، وبعد كده اقوم اعمل لها اليمينيشن، يعني اشيل في الاخر او اتش ديت، لو انا شلتها يبقى ازود لك الاكتيفيتي، دخلت او اتش في بوزيشن رقم 14 اي سي 14 فين بالظبط سام سي 14 اللي هي اللي هنا ديت، يبقى زود لك الاكتيفيتي، كل الحاجات دي بالظبط سام بتزود لك الاكتيفيتي زي ما انت شايف كده، حطيت او اتش في بوزيشن سي 14 زودت لك الاكتيفيتي، لو شلت الميثايل ديت وحطيتها في اي جروب ثانيه مور بالكي يبقى بالظبط هيكون مزود لك الاكتيفيتي، عملت اسيتايليشنز يبقى خليتها استر زي الهيروين، ده بقى مور بوتنت زي الايه الهيروين المورفين تمام، كل الحاجات دي بتقلل لك الاكتيفيتي زي ما احنا لسه شايفين، فتحت الرينج بوظت الرينج شلت الميثايل خالص خليتها بالصصام تبقى عملت ميثايليشنز للفينوليك فينوليك مش الكوليك او اتش خليتها كودين عشان كده بتكون الاكتيفيتي اقل، عملت دي هايدريشنز عملت دي ميثايليشنز خليتها نورم مورفين خليتها كواترنري، كل الحاجات دي بالصصام بتقلل لك الاكتيفيتي، وده موضح لك الحاجات اللي عندك. طب عمل لك بقى استراكشر ريليتيف اكتيفيتي اللي هو بالصصام جاب لك بقى اللي هي الايه الاجنس والانتاجنس، واوريدي احنا اتكلمنا عليهم في الفارما وكمان اتكلمنا عليهم في الميديسينال، يعني كل كورس بيتكلم عليه بنعيد نفس الكلام باذن الله. اول حاجه عندك الايتروفين، الايتروفين ده بيبقى 100,000 مره اكتيف زان المورفين، يعني تخيل كده اللي بياخده 1000 مره اكتيف زان المورفين اكتيف اجونست خلاص، كل اللي عملته اللي انا عملت ايه بقى بالصصام زي ما انت شايف كده
خلي بالك كل الحاجات اللي فوق ديت اجونست، والكل تحت ده بيبقى ايه انتاجونست، يعني الاثنين دول كده اجونست لحد دلوقتي. طيب اللي انا عملته خدت الاستكشر ده اللي شبهه وغيرت بقى في الجروب الايه الثانيه. طيب نفس الفكره هنا بالصلصال برضو، حطيت هنا ايه، حطيت سايكلو بروبانايل، مش احنا قلنا لو حطينا سايكلو بروبانايل بزود الاكتيفيتي، بزودت الايه الاكتيفيتي وخليته مور ايه سيفر. طب النالوكسون، النالوكسون ده للاسف بيبقى بلوكينج الايفكت في الايه الهرمون، ده عباره عن انتاجونست خلاص. ايه كمان بالصلصال، كل الحاجات دي عاملاها من الايه السايبين بتاعي خلاص. السايبين ده اللي هو بيبقى ايه يعني السايبين دوت كان الاول ملوش اي استخدام، ولكن دلوقتي لقوا ان هو استخدامه ان ممكن اجيب منه دريفيتيف بتاعه الايه بتاعه المورفين، عن طريق اعمل بقى دريفيتيف للاو اتش 14، او بالصلصال مغيره هنا في الجروب بتاعتي اخليه نابلوفين. كل الحوارات دي ممكن استخدمها في الشيلدرن. قال لك بالصلصال بقى اللي هو النالوفرين خلاص، النالوفرين اللي هو انهي واحد بالصلصال سلام، اللي هو ده خلاص، ده الاستراكشر بتاعه بيبقى عباره عن انتاجونست وبارشل اجونست، يعني ده بيشتغل بارشل اجونست بمعنى صح، بيعالج لك الريسبيراتوري ديبريشن، يبقى حلو جدا. مش احنا اتفقنا الاوبويد اللي بتعمل لك ريسبيراتوري ديبريشن ده سبب الموت؟ طيب لو انا عايز بقى اخفف الموضوع اخليها بارشل، بحيث انها بس تقلل لك الايه اللي ما تعملكش ريسبيراتوري ايه اجونست، وده بقى الفرق بين الميثايل والجروب والحوارات دي كلها. عموما يعني الحته الاخيره دي باذن الله هتتعاد تاني في المحاضره في بدايتها باذن الرحمن. بس احنا كده خلصنا، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا لازم مع بعض ابدا. خلصنا محاضره النهارده، اتمنى اكون في التكله بجزء بسيط، ما فهمش اي بوينت يا ريت اكتب لها تحت في الكومنت، ما عنديش مشكله ابدا ابدا ابدا. اعيد مره واثنين وثلاثه وعشرة لحد ما تفهموا باذن الله. ربنا معانا جميعا، ما تنسوش مساعداتكم، فاحنا في اشد الحاجه قدام، ما تنسوش تدعوا لقناه المستضعفين في جميع انحاء العالم، ما تنسوش صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.